مساء الخير ومرحبا بكم جميعا، مرحبا بالأستاذ سي محمد الهادي، التحق بنا من جامعة الجزائر العاصمة من معهد التاريخ والعلوم الإنسانية. أظن لي أن الأستاذ عنده مشاكل في الإنترنت. Donc, hello and welcome all of you. I hope you're all well. As you can see, we are today having a guest from the University of Algiers, Department of Humanity.
history and we are going to debate together the sovereignty of the king of Numidia, Masinissa. Was he designated or was he recognized as a king by Rome in 203 before Christ? So welcome and stay with us. Thank you for following. مساء الخير وأهلا وسهلا بالأستاذ. أهلا وسهلا بكل ضيوف اللي لحقوا معنا اليوم على المباشر راح يشاركونا في النقاش. أهلا وسهلا بالجميع الذي التحقوا بنا من الجزائر، من شمال إفريقيا طبعا، من العالم العربي، من أوروبا، بريطانيا، أمريكا ومن كل دول العالم. اليوم معنا الأستاذ الدكتور سي محمد الهادي حارش، إذا أخطأت اسمحوا لي. He's joining actually، عنده مشاكل في الإنترنت. Je vais ouvrir. Excuse me. Voilà, Lisa, ton micro a été... Très bien, merci. Voilà. Merci. Si, il a si l'Oustad Lisa a tsallah li wach rah nqaddem al oustad li rahou yhaoul yiltahaq bina. Idan lamha qasira an al sira dathiya lil oustad wa oustad tarikh fi wal hadarat al qadima fi jami'at al jazair علوم الإنسانية التاريخ، متحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ القديم، متخصص في تاريخ نوميديا وبلدان المغرب في العصور القديمة للأستاذ. مؤلفات كثيرة راح أذكر البعض منها، مثل التاريخ المغاربي القديم، اعتلاء التطور السياسي والاقتصادي في نوميديا منذ اعتلاء ماسينيسا العرش إلى وفاة يوبا الأول في 46 قبل الميلاد 203. أيضا عنده كتاب آخر أو دراسات ونصوص في تاريخ الجزائر وبلدان المغرب العربي في العصور القديمة. الحقيقة عنده قائمة طويلة جدا. نرحب بالأستاذ. أستاذ حارش راك معنا. قبل ما يلتحق بنا راح نعطي الكلمة لويزا اللي راح تقدم كلمة بالأمازيغية وبالفرنسية. شكرا للأستاذة، تفضلي. شكرا، ميرسي. مساء الخير عليكم. أزول في الأول مرة ويقال اللي يحسن سي الجزائر، سي برا، سي مورا برا مرة. ساكي نعرض الأستاذ حارش محمد الهادي، ذا سلماذ، ذا منادي دارتان، يتنادي بمزروي لون ايستوار، يسعد زمامينا في ماسينيسا، يسعد زمامينا في مزروي قديم، في جون تاع دي مسلاي في مانس. دونك بونسوار تو الموند. Voilà, nous avons, je suis contente déjà de vous retrouver aujourd'hui. Nous reprenons nos conférences. Nous avons invité pour ce soir M. Mohamed Hadi Harish, qui va nous parler de Masinissa. Mohamed Hadi Harish est un professeur, un historien, un écrivain, qui a beaucoup d'ouvrages sur l'Algérie ancienne, sur l'histoire, qui n'était pas l'Algérie, sur la Numidie, sur l'histoire ancienne, des ouvrages sur Masinissa, sur les rois d'avant, sur plus prochainement aussi d'autres ouvrages qu'il présentera lui-même. Je lui laisse présenter et parler de son œuvre lui-même. Mais je pense que pour l'instant, il a plutôt un problème de connexion à l'audio. Monsieur Harish. Monsieur Harish, je m'excuse de vous interrompre, Wiza, mais je pense que Dr Harish a un débouche pour la connexion. Mais entre-temps, en attendant qu'il nous rejoigne, راح نغلق الميكرو تاعو حتى يعدل الامور تاعو الاستاذ. نغلق له الميكرو عفوا ولا نخليه عنده توا كونيكسيون. دونك جو بونس كو وحده فيها راح تمشي. نرحبوا بالضيوف اللي معنا السي سحلي عبد الرزاق،
أهلا وسهلا عبيدار محمد نفاري حسنا، والكثير الكثير من الناس اللي راهم حاضرين معنا. الموضوع تاع اليوم والإشكالية تاع اليوم هي هل عين ماسينيسا كأمير أو لنوميديا، أو اعترف به كأمير من طرف روما. يعني أننا سنناقش ماذا سيادة الملك والكيان النوميدي قبل الميلاد. مساء الخير وأهلا وسهلا بك الأستاذ. J'espère que vous allez pouvoir nous parler. Attendez. Non, je pense que ça va aller. Allô. Non, il est connecté sur deux appareils pour oui. pouvoir nous rejoindre, mais malheureusement, je pense que... Il n'a pas décoché le micro. Activé ça. Il faut éteindre un des appareils. Vous ne pouvez pas vous connecter de deux endroits parce que ça fait écho. Bon. Je vais. Voilà, allez-y, monsieur. الله يسلمكم. الله يسلمكم. مساء الخير من كل أهلنا في المملكة المتحدة، وأشكر السيدة مريم محسن اللي وفرت لنا هذا اللقاء. مرحبا. راكم تسمعوا الصوت كاين؟ صوت ممتاز. كاين ممتاز. سيبا طيب، الحديث على قضية السيادة النوميدية في عهد الملك ماسينيسا موضوع ماهوش سهل التناول تاعو. لماذا؟ لأن المصادر تاعنا في معظمها هي مصادر إغريقية رومانية، وخاصة المصادر الرومانية عندها الفكرة الأساسية اللي تخدم عليها هي أنها ما يسمى بسيبربيا رومانا، يعني دائما تعطي اهميه للرومان وتمجد الرومان، بينما مقابل السيبربيا عند الرومان عندنا الانفيدوم عند باقي الشعوب. هذه الاشكاليه نلقاها خاصه عند مؤرخين رومانيين معروفين اللي هما اناساجيست وتيتليف. احنا اذا كان حبينا نناقشوا هذه المساله كما تفضلت السيدة، في الواقع عندنا المشكل الأساسي اللي نناقشوه، هل ماسينيسا عين من طرف روما ونصب من طرف روما كملك، أم أنه نصب من طرف النوميدي؟ إذن هذه النقطة الأولى، هل نوميدا ماسينيسا نصب من طرف النوميديين أو طبعا روما اعترفت به كملك، ام انها هي التي نصبته كملك؟ في هذه الاشكاليه عندنا نص عن تيتليف وين يقول باللي بعد معركه سهول في سنه 203 ماسينيسا مع ليليوس مشاو لمده 15 يوم. بعد 15 يوم وصلوا الى بلاد الماسيل، وين ماسينيسا نصبه الماسيليون كملك على نوميديا، ويقولنا أن ماسينيسا فرح كثيرا باسترجاعه العرش. إذن عندنا هنا مسألتين، أولا أن ماسينيسا نصبه الماسيليون كملك كنقطة أولى، النقطة الثانية أن ماسينيسا معناها كان ملكا واسترجع العرش تاعه، يعني بعدين فقد العرش تاعه واسترجعه المرة الثانية. إذن هذه النقطة الأولى، إذن أن ماسينيسا
من نصبه هم المسيحيون وليس الرومان. ويقولنا تيتليف أيضا عندما عاد ماسينيسا إلى المعسكر الروماني، لأن في هذه الفترة كنا في خلال الحرب البونيقية الثانية، يقولنا عندما رجع ماسينيسا إلى المعسكر الروماني هنأه سكيبيو على الانتصار لحقه واعترف به ملكا. وإحنا نعرف باللي القناصلة وقادة الحرب كل المعاهدات وكل الاتفاقات اللي يعقدها ما تبقى السرية المفعول إلا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الشيوخ. ولهذا سكيبيون بعد أن اعترف بماسينيسا كملك، أن يقول اعترف سكيبيون يقول باللي أركوني لا دينيتي رواية جي برانس، اعترف يعني اعترف به ماهوش نصبه. فسكيبيون أرسل وفدا إلى روما يحمل هذا الاعتراف باللي راني اعترف بماسينيسا كملك على نوميديا. فمجلس الشيوخ راح يصادق هو الآخر على هذا الاعتراف ويرسل بعض الهدايا إلى ماسينيسا اعترافا له بالملك. هذا إذن النقطة الأولى، إذا كان ماسينيسا نصب من طرف الرومان أو اعترف به الرومان. إذن تيتليف في حد ذاته يقول أن سكيبيون ثم مجلس الشيوخ الروماني اعترف بماسينيسا كملك. هذه النقطة الأولى لنعالجها. إذن ماسينيسا من نصبه هم الماسيليون وليس الرومان، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عند وفاة ماسينيسا، خلافة ماسينيسا، في خلافة ماسينيسا عندنا كثير من المؤرخين يسندوا دور لسكيبيو أميليانوس، يقولوا بلي أثناء الحرب البونيقية الثالثة، لأن ماسينيسا راح يتوفى في جانفي 48، والحرب البونيقية الثالثة كانت بدأت في سنة في ربيع سنة 49. طبعا ما يقولون المؤرخين واش يقولوا، يقول لك باللي ماسينيسا عندما شعر بالمرض، عندما شعر صوت راه يوصل، نعم صوت راه يوصل، قلت إذن ماسينيسا عندما يقولون باللي ماسينيسا عندما شعر بالمرض استدعى سكيبيو باش يشاوروا في كيفية التعامل مع المملكة تاعو وفي كيفية وراثة العرش بين أبنائه. هذه النقطة أنا في الحقيقة طرحت مجموعة من الأسئلة. أولاً سكيبيون نتكلم عليه هنا، سكيبيون هذا هنا رانا مع سكيبيون الثاني وليس سكيبيون الأول، ماهوش سكيبيون الإفريقي الأول، لأن سكيبيون الإفريقي الأول مات في سنة 183. هذا سكيبيون الثاني. في هذه الفترة أنا نقول علاش يستدعيه ماسينيسا باش يوزع الحكم بين أبنائه، وش من الصفة اللي عنده هو؟ هذا سكيبيون في هذه الفترة في سنة 48 كان عبارة عن تريبا ميليتار، يعني قاضي عسكري. أن تريبا ميليتار، وش هو تريبا ميليتار عند الرومان؟ هو قائد الألف، يعني في الجيش الروماني عندنا الفرقة فيها مجموعة من الجنود، كانت فيها 4000 ومن بعد طلعت 5000 ومن بعد 6000 جندي، فكل ألف من هذه الجنود يقودهم أنتريبا ميليتار، يعني قاضي عسكري. فسكيبيون في هذه الفترة كان قاضيا عسكريا، يعني معناها فوق منه أن كونسول اللي هو قائد الحملة. ماسينيسا أنا السؤال تاعي ينطرحه، علاش ماسينيسا يستدعي سكيبيون باش يوزع الحكم بين ولاده، أو لا باش يشاوروا في كيفية توزيع الحكم بين ولاده؟ واش من الصفات تاعهم؟ لا سكيبيون عنده الصفة القانونية باش يتصرف، ولا ماسينيسا أيضا يعيطلو ليه. المشكل تاع سكيبيون عندنا، إذا كان عندنا 4 أو 5 فرق عسكرية معناها على الأقل عندنا 25 أو 30 تريبا ميليتار،
إذا كان هذه التجربة، علاش ماسينيسا اختار هذا؟ علاش ماسينيسا إذا كان حب فعلا يشاور، علاش ما يشاورش القنصل مثلا؟ القنصل اللي هو السلطة التنفيذية في روما، علاش ما يشاورش مجلس الشيوخ؟ علاش ماسينيسا ما يتصلش بمجلس الشيوخ ولا ما يتصلش ب قائد الحملة الرومانية في منطقة شمال إفريقيا؟ إذن هنا الصفة اللي يتمتع بها سكيبيون اللي باش ماسينيسا يشاور، ما عندوش صفة قانونية. سنة سكيبيون في سنة 148، في سنة 148 كان في عمره 37 سنة، ما عندوش حق باش يترشح لمنصب القنصلية. صوت كاين؟ يبدو أن الصوت ما كاش. ألو الأستاذ، الصوت ممتاز، إذا كان فيه أي خلل راح نشير له. أوكي أنا نستمع لك. صحيح، شكرا. إذا قلت عندما أولا ماسينيسا إذا كان باش يشاور، إذا كان حب فعلا يشاور روما، يشاور روما، فالمفروض أنه يلجأ إلى مجلس الشيوخ. إذا كان ماشي مجلس الشيوخ يلجأ إلى واحد من القنصلين، ما يروحش إلى مرتبة أدنى اللي هو أنتريبا ميليتار. وهذا التريبا ميليتار أيضا أنا قلتها شحال مرة، أن هذا سيبيون ما ينتميش للعائلة تاع سيبيون في روم إلا بتبني، هو تبناه سكيبيون الأول. يعني سمحوا لي حتى نقدر نقول يعني ما عندوش علاقة بالعائلة السكيبيونية إلا بفكرة التبني، يعني ما ينتميش لهذه العائلة الكبيرة اللي أعطت 7 قناصل لروما إلا بالتبني. شيء آخر، السؤال تاعي أيضا أنا كيفاش ماسينيسا يستدعي سيبيون وسيبيون هذا يجي بسرعة حتى بلا ما يطلب الإذن، كيفاش ماسينيسا يتجرأ يروح يستدعي أنتريبا ميليتير تاع الرومان يقول له أرواح وهذاك يجي بلا حتى الإذن تاع موله؟ كان يقول لك لا، عندنا فابيوس ماكسيموس يقولنا لا، هو بعث مانيليوس قال له ابعث لي سكيبيون. انا نقول ايضا باللي ماسينيسا ما يقدرش يبعث مانيليوس. علاش مانيليوس؟ لسببين، ما يبعثوش لسببين. السبب الاول ان مانيليوس في سنه 1948 كان بروكونسول وما بقاش، وكان قنصل واحد اخر. ان بروكونسول ما يقدرش يتجاوز القنصل. سنه 49 كان قنصل وقاد الحمله على شمال افريقيا، ولكن بعد نهايه سنه 149 هو تنحى من المنصب تاعه وتعين شخص آخر في هذا المنصب اللي هو بيزو. إذن المفروض أن ماسينيسا ما يبعثش للبروكونسول وإنما يبعث للقنصل، هذه واحدة. اثنين، ماسينيسا أنا نقول ما يبعثش المانيليوسي سبب آخر، لأن عندما انطلقت الحرب البونيقية الثالثة كان القنصلين اللي كانوا قادة الحملة على شمال إفريقيا كانوا طلبوا المساعدة من الملك ماسينيسا، وماسينيسا ما قدم لهمش هذه المساعدة. علاه؟ لأن ماسينيسا تدخل روما في الحرب البونيقية الثالثة كان حاس باللي تدخلت روما باش تقطف ثمار الانتصار تاعه على قرطاجة. فروما ماسينيسا كان عارف باللي روما كانت مخلية الصراع بينه وبين قرطاجة، لأن إذا كان دائم هذا الصراع بينه وبين قرطاجة في صالح روما يعني راح يضعفوا في زوج، ولكن ما هو ليس في صالح روما أن ينتهي هذا الصراع بمنتصر، وهذا المنتصر المفروض أن يكون ماسينيسا، لأن تغلب على قرطاجة في عدة معارك، وصل في سنة 150 إلى محاصرة مدينة تورسكوبا، وبالتالي كان روما كانت تتوقع سقوط مدينة قرطاجة في يد الملك ماسينيسا. وإذا سقطت مدينة قرطاجة في يد الملك ماسينيسا معناها ظهور دولة قوية في شمال إفريقيا، وروما ماهوش في الصالح تاعها باش تظهر قوة جديدة في منطقة شمال إفريقيا. علاش؟ لأن هذه القوة ستقف في
في وجه المصالح الرومانية في شمال إفريقيا. وبالتالي كان في صالحة أن يستمر الصراع بين طرفين، أوكي، بس أن ينتهي هذا الصراع بواحد من المنتصرين فما عندهاش فايدة روما. وبالتالي أسرعت روما أو تدخلت روما، خلقت ذريعة تدخل، ذريعة سان بريتكست، لأن فكرة المبرر تاع الحرب البونيقية الثالثة اللي تقول أن قرطاجة خرقت بند من بنود معاهدة زمان اللي يمنع عليها إعلان الحرب في إفريقيا أو في إفريقيا أو خارج إفريقيا إلا بإذن من الشعب الروماني أو بإذن من روما في الحقيقة. فهذه الذريعة اللي خلقتها ما هي إلا ذريعة وليست هي السبب الحقيقي، وإن السبب الحقيقي هو خوف روما من تنامي قوة ماسينيسا. وإذا كان وقعت قرطاجة في يد ماسينيسا معناها ظهور قوة جديدة في منطقة شمال إفريقيا، هذه القوة التي تقف في وجه مصالح روما. إذن هذا هو السبب اللي خلى روما تتدخل. وماسينيسا بعد ذلك عندما طلبت منه روما المساعدة طبعا عن طريق القنصلين اللي كانوا موجودين منهم مانيليوس، عندما طلبوا منها المساعدة قال لهم أنا نقدم لكم المساعدة نهار اللي نشوفكم اللي تستهلوها. يعني رد ماسينيسا كان رفض من تقديم هذه المساعدة. فهذا مانيليوس وش عمل؟ راح قدم شكوى بماسينيسا إلى مجلس الشيوخ. فأصبح الرومان يرتابون من ماسينيسا، يعني ما عندهم ثقة في الملك، في الملك ماسينيسا. فعندما تدخلوا ماسينيسا يقول أنا صراحة أبيانوس باللي ماسينيسا غضب شديد من التدخل الروماني عليه، لنعرف باللي الرومان جاءوا لقطف ثمار انتصارته على قرطاجة. يعني هو كما بعبارة أخرى ركع قرطاجة ما اللي باش توقع في يدود دخلهما واحتلوها حتى لا تقع في يد الرومان. فالسؤال تاعي أنا الآن آخر، يعني ماسينيسا في هذا الوقت اللي هو غضب على روما والرومان أصبحوا يرتابون منه، يعني صديري ما عندهمش ثقة فيه، كيفاش هو يلجأ إلى طلب سكيبيون أو غير سكيبيون اللي باش يخلي لهم مسألة الوراثة تاع العرش تاعو؟ فإذا ماسينيسا ماكسيموس اللي قلنا باللي راه ماسينيسا أرسل لمانيليوس باش يبعث له سكيبيون، أنا نقول باللي ماسينيسا مش ممكن يبعث مانيليوس على زي سببين. قلت أولا مانيليوس في 1648 أصبح بروكونسول ماهوش كونسول، لأن الماسينيسا باش يرسل ما يرسلش الواحد تحت، يرسل المسؤول الأول اللي هو القنصل الجديد اللي هو موجود في شمال إفريقيا اللي تنصب في أول جانفي، وماسينيسا راح يموت في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني من جانفي. إذن هذه النقطة الأولانية، إذن المفروض يطلب يرسل القنصل ما يرسلش البروكونسول، هذه واحدة. ثانيا ما يرسلش أيضا مانيليوس لسبب واحد، وهو أن مانيليوس مادامش تكابيه معناها العلاقة بيناتهم ما راحش تكون علاقات، يعني كما نقوله بالدرجة تاعنا الطيار ما يمرش بيناتهم. إذن هذه الفكرة هي فكرة معروفة عند الرومان، وين يقول لك بالنسبة لهم هما كلهم اللي كانوا يسيروا العالم، هما اللي كانوا يتصرفوا في كل الممالك. فساريوس وتيتليف مشاو بهذه الفكرة، وفابيوس ماتيموس مشاو بهذه الفكرة، وبالتالي قال لك اللي احنا نصبنا أو إحنا اللي مملكة نوميديا هي كتاب علينا، وإحنا عنا ساديوس في الحرب بتاعه على حرب يوغرطا في الكتاب بتاعه كان يتكلم على مملكة نوميديا في 130 في 110 111 112 كأنها جزء من ممتلكات رومانية تتصرف فيها روما كما تشاء. وفي بعد فيما بعد عنا زميل بتاعه اللي كان معه في مجلس الشيوخ اللي اسمه كيريا في 50، يعني بعد أكثر من 100 سنة تقريبا أو 178 سنة يقدم مشروع هو ساريوس يتكلم عليها منذ مدة باللي هي جزء من ممتلكات رومانيا، ولكن في 50 هذا كيريون يقدم مشروع قانون لمجلس الشيوخ باش يحضر مملكة نوميديا ويلحقها بالممتلكات الرومانية، هذا في 50. إذن واش حبيت نقول أن هذا الكلام تاع المصادر الرومانية اللي هي قلت تركز على ما يسمى بسوبربيا رومانا، يعني دائما الرومان هم الفوق
باقي الشعوب كلها همج، كلهم خداعين، كلهم كذا. حتى في المعارك إذا كان لو كان شوفوه كيقدم القوات، يقدم القوات تاع العدو بأعداد كبيرة والقوات الرومانية بأعداد قليلة. إذا في حالة ما انتصرت القوات الرومانية يقول لك هذه الشجاعة وهذه الاستراتيجية وهذه كذا، إذا كان انهزمت تاعهم ما يقولكش باللي هذا لأنه ما عنده استراتيجية ولا عنده وجهة نظر ولا عنده، لا، لأن هذا خداع، لأن هذا خدع، لأن هذا كذا. إذا من وجهة نظري أننا الآن حان الوقت اللي باش نقرأ التاريخ تاعنا قراءة جديدة من وجهة نظر تاعنا احنا، مش من وجهة نظر المؤرخين الرومان أو من وجهة نظر المؤرخين الإغريق. هذه الدراسة يجب أن تعتمد دراسة تحليلية نقدية لباش نتوصلوا إلى الحقائق التاريخية. للأسف ماسينيسا قام بعدة أعمال في الحقيقة، ولكن مع ذلك فيما بعد في السنوات الأخيرة ولينا نسمع أشياء كثيرة جدا. أعطيكم يعني من ضمن الأعمال اللي قام بها ماسينيسا أنه أولا تمكن من إعطاء أو إعادة الوحدة السياسية لمملكة نوميديا. مملكة نوميديا في عهده هو امتدت من وادي الملوية في المغرب الأقصى حاليا حتى منطقة القصيبية على حوالي 500-600 كيلومتر للشرق من طرابلس. تصوروا معايا مملكة تمتد من المغرب حاليا حتى 600 كيلومتر للشرق من طرابلس. هذه المملكة قلت حتى منطقة القدس في ليبيا. نقطة ثانية، في عهد الملك ماسينيسا مملكة نوميديا راح تعرف تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة. علاش؟ لأن بذل جهود كبيرة جدا لتحويل الرحل الرعاة نحو الاستقرار، وطبعا الاستقرار وممارسة الزراعة، الأمر اللي خلى الإنتاج الزراعي كما نعرفه باللي منطقة شمال إفريقيا في عهده أصبحت تسمى تقريبا بمطمرة لغروني دوران نتيجة لهذه السياسة تاع تحويل المزارع الرحل إلى الاستقرار وممارسة الزراعة. وطبعا يتحدثون كثير على زراعة الحبوب، القمح والشعير اللي كان يصدر بكميات كبيرة جدا إلى روما، إلى بلاد الإغريق، إلى مناطق أخرى. ولكن أيضا في عهد ماسينيسا راح نعرفوا زراعة شجرية، عندنا الكروم، عندنا الزيتون، وعندنا التين ضمن الزراعة اللي اهتم بها ماسينيسا. عندنا تربية الحيوانات، عرفنا باللي الاستبلات تاع الملك مصطفى الوليد ماسينيسا في حدته كانت عدد الخيول اللي كانت تخرج منها بأعداد كبيرة، وبعض هذه الخيول فازت بالجائزة الأولى في الألعاب البناثينية. طبعا هذا الفائض في الإنتاج الزراعي واستخدام العملة في عهد ماسينيسا، العملة أيضا بدأت تستخدم بشكل واسع، والكثافة تعتمد التجاري في عهد الملك ماسينيسا خلى نوميديا تخرج إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط كدولة مصدرة، وكدولة حتى نقدر نقول أنها تتحكم في بعض المنتوجات الزراعية التي كانت تصدر إلى هذه الدول. عندنا أيضا هذا الازدهار الزراعي وتطور تجاري أيضا راح يؤدي إلى ظهور العديد من المدن، العديد من المدن، وراح أيضا حتى التحولات من الناحية الاجتماعية في مملكة نوميديا. وطبعا شيء آخر اللي قام به ماسينيسا أنه حاول باش يقيم دولة على أواصر متحررة من النظام القبلي، يعني راح تصبح تقوم على المواطنة وليس على القبيلة. وطبعا بهذه العملية راح ينشئ قوات عسكرية برية وقوات الفرسان والبحرية. بفضل هذه التحولات كلها المجتمع النوميدي راح فعلا يعرف تحول كبير. طبعا الشيء الناتج بطبيعة الحال احنا نعرفها ان سياسة ماسينيسا ومن بعده يغرطة اللي كان عندهم هدف هو إنشاء مملكة قوية مستقلة. هذه المملكة القوية المستقلة ما تخدمش المصالح الرومانية، ففعلا وقفوا الرومان
ضد هذه السياسة وتدخل تحهم في سنة 49، فكان الهدف منها وضع حد لتنامي قوة ماسينيسا وليس وضع حد لقوة قرطاجة اللي كانت متهالكة واللي كان ماسينيسا راح يركح. إذن هذه القراءات تاعي لهذه الأشياء، مانيش عارف واش نقول لكم، فقط نزيد ممكن الأستاذ سيلادي ممكن نوقفوا محاضرة هنا ونشرع في النقاشات ونشوفوا وين. أوكي، لا اللي عنده أي سؤال يرفع يده ونبدأ إن شاء الله في النقاش، باش نعطيه شوية وقت الأستاذ ياخذ بريك ومن بعد نزيدوا نعطيه الكلمة يعاود يكمل المحاضرة تاعو. أول نقطة أنا حكمتها هي من عند الأستاذ، هي عنده مصدر نقدروا نثيقوا منه، يقول أنه مثلا ماسينيسا لم يعين بل نقولوا بويعة من طرف القبائل تاعو الأمازيغية، ولم يعين من طرف روما. نعم، إذا كان فيه نقاش في هذا الباب تفضلوا الحاضرين معنا. مدام جالاز، مدام جالاز سي بون ميتنون جي لو سون جي لو سون سي ان بوين سي انتريسون كي فودري ديفلوبي كان ميم باسكو مو جو ني ملي عرفنا ماسينيسا وما يقولوا لنا انه ماسينيسا عينا ووضع له تاج الملك في سيرتا من طرف سيبيا وروم، دونك عندنا اليوم مصدر اللي يقول العكس، يقول انه هذا الملك يعني اختار القوم تاعو والقبائل تاعو، دونك حاجه يعني جديده في التاريخ اللي لازم نركزوا عليها بزاف. وهذا ايضا هذا مصدر روماني سيتيتلي فوالا سان روما، واحد جزائري اللي قالها، وقال باللي بعد معركة 203 ماسينيسا مشى مع ليليوس، واحد من المساعدين تاع مشى مع ليليوس مدة 15 يوم في الأراضي النوميديا، وصل إلى بلاد المسيل وين نصبوه المسيل كملك. هكذا التكست تاعهم، يعني ما كاش حاجة أخرى. شكرا أستاذ. صح، ماسينيسا ما نصبوهش الرومان، نصبوه القبائل تاعو النوميديين، لكن أنا نظن بأنه بعد شحال، بعد 22 قرن، هل يهم أن نعرف إذا كان ماسينيسا نسبوه الرومان ولا ما نسبوهش الرومان؟ يعني الأهم في هذه الحكاية هو أنه نعرف ماسينيسا كيفاش طور المدينة اللي كان يعيش فيها وكيفاش كبر البلاد اللي كان يعيش فيها، اللي رجعت جزء من قارة، يعني تقريبا نصف القارة الإفريقية هذه الأولى، والثانية كانت العلاقات تاعو مع أوروبا، ليست فقط العلاقات مع روما، ماشي سي با اون غولاسيون فاسال، كان عنده علاقات مع روما، كان عنده علاقات مع اليونان، كان عنده علاقات مع المعابد الأوروبية والمعابد تاع إفريقيا، وكان حتى كان يتصدق على المعابد لأنه كان من، خاصة إذا كانوا من نفس الديانة تاعو، هذا يعني بأنه راه طور أراضي والفلاحة والصناعات، وحتى أنه كان، وهذا اللي راني حابة، هذا هو السؤال تاعي، ما هي الأشياء اللي طورها ماسينيسا اللي بدع فيها اللي تجعل هذه الأرض اللي هي نصف من القارة الإفريقية رجعت شبه أمبراطورية، حتى رجعت الرومان تخاف منه؟ وما بين الأشياء اللي تهمني أنا، ما هي الفنون اللي طورها ماسينيسا؟ هل طور الكتابة والموسيقى أشياء من هذا القبيل؟ لأنه صورة الرقي لحضارة معينة تبان في الفنون تاعها وفي الثقافة تاعها. تفضل أستاذ. شكرا لك مدام. هو أول عمل مهم قام به ماسينيسا، وأكبر عمل قام به الملك ماسينيسا، هو أنه دفع الرحل إلى الاستقرار. هذه النقطة الأولى، لأن حتى الكثير من المصادر وحتى خاصة المؤرخين الفرنسيين فيما بعد
راح يركزون على فكرة التناحر بين الرحل والمستقرين. المؤرخين الفرنسيين قراي غوتي مثلا ولا تحتار بزير كي تقرايهم يركزوا على هذه العملية. وحنا نعرفوا بلي ماسيديسا من الناس اللي بذلوا مجهود كبير جدا لدفع القبائل الرحل الى الاستقرار وممارسة الزراعة. ونقدر نقول باللي الجهود اللي بذلها ماسينيسا وليدو من كوسر اللي انا ميسيبسا ميسيبسا راح تقريبا نساوه. ونعرف باللي ميسيبسا بذل جهود كبيرة جدا خاصة في تنمية المناطق الغربية. وعندنا نقش تاع شرشال نقش تاع شرشال وين يتكلم على القرى التي انشاها القرى اللي نقدر نقول على كأنها قرى في راح يعني كان ينشئ قرى اللي باش يدفع فيها السكان للاستقرار للرحل للاستقرار فيها. يعني حتى الجهود اللي بذلها ماسينيسا ومن بعده ميكيبسا هي اللي هيئت هي اللي هيئت للازدهار الفلاحي اللي راح تعرفوا البلاد المغرب في الفترة الرومانية. يعني هذيك الجهود اللي بذلها ماسينيسا هي اللي هيئت لمثل هذا الازدهار. هذه النقطة الأولى في المجال الفلاحي. في مجال العملة صح ماهوش ماسينيسا هو أول من سك العملة، ولكن ماسينيسا العملة توسعت يعني التعامل بالعملة توسعت بشكل كبير جدا. وعلاه فيه سببين، سبب الأول الازدهار الاقتصادي، السبب الثاني أن ماسينيسا نعرفوا باللي قضى على الاحتكار القرطاجي الاحتكار القرطاجي للتجارة الخارجية واستولى على الكثير من المدن اللي كانت تابعة لقرطاجة سواء في السواحل الجزائرية الحالية ولا في السواحل التونسية. يعني كثير من المدن التجارية اللي كانت تابعة لقرطاجة ماسينيسا استرجعها من سنة 193. هو كان يسترجع في هذه المستوطنات حتى سنة 150، وكان حصاره لمدينة طرسخوبة يعني القطرة التي أفاضت الكأس. إذن في مجال العملة في مجال التجارة في مجال اللوز وهذا التطور الفلاحي والتطور الاقتصادي بصفة عامة راح ينمي ايضا المدن. فيه بعض المدن اللي توسعت وتطورت وفيه بعث بعض المدن الجديده. نتكلم على حاجه والله مانيش عارف اذا كان نقدر نتكلم عليها الان ولا ما نتكلمش عليها. شوف عندنا في منطقه الفوساريجيه مثلا فيه مقاطعه توسكاي، مقاطعه توسكا اللي هي مقاطعه في فتره رومانيه ضمت مقاطعه منطقة توسكا في حد ذاتها ومنطقة المكثر. كان مقاطعتين في الفترة النومية، كان مقاطعتين في هذه المنطقة، واحدة فيها 50 مدينة واحدة فيها 14 مدينة، مقاطعتين سي ديستريكت نوميد و دوزيام سيكل افون جيكري ادوفيان ان باغوس رومان. ولكن قبل ذلك كانوا كانوا مقاطعات نوميدية، وواحدة منهم المقاطعة تاع توسكا اللي عنعرفوا باللي فيه نقش تاع واحد مسؤول باسمه ما نشبتك الاسم تاعو، يقول لك ان هذا المسؤول هذا مسؤول تاع مدينة تاع توسكا تاع مقاطعة توسكا هو دار حدود تاع هذه المقاطعة في السنة 21 من حكم مكاوسن بأمر من كوسوم في سنة 21 من حكمه. يعني معناها نقدر نقول أن مملكة نوميديا في عهد كوسوم ولا ربما في عهد والديه، لأن هذه المنطقة كان استرجعها ماسينيسا في سنة 150 ومنطقة أخرى كان استرجعها في سنة 155. هذه المناطق أصبحت يعني مقاطعات تابعة للمملكة لمملكة نوميديا. نقول حاجة أخرى، نقول لك صراحة النهار اللي قرينا أنا قريت في ليسانس أستاذ قرانا أوروبا في العصور الحديثة، قلنا باللي نظام البلديات ظهرت في أوروبا في القرن 19. نهار اللي بدينا نبحث احنا لقينا العديد من البلديات دي مينيسيب نوميد وطوم دي نوميد. عندنا في منطقة قلمة وين رئيس المجلس مذكورين معه 31 واحد. إذن هذه الأنظمة كلها احنا ما نعرفوهاش على اللي ما كانوش يقولون عليها. إذن احنا الآن لو كان ما نوصلوهاش احنا ما نقدروش نتكلم عليها. تكلمت لي على الفيلم. الفن بونكزال اللي قلنا باللي مثلا الزرنا والمزمار باللي من اختراع الليبيين، ما نقولش انا انت مدام غاليز تخدمي على الصحراء اكثر مني وتعرفي الصحراء اكثر مني انا. لي ديسان ريبستر
عندنا كثير من لسان وين اللي فيها الرقص وفيها كذا وفيها حتى آلات وترية. إذن أنا شخصياً كي نشوف أنا نقول باللي ميلاد الفن، ميلاد الفن وميلاد الحضارة عندنا في الصحراء قبل ما توصل جهة منطقة التسيري ومنطقة الهجار، هما مهد الحضارة. تكلمنا على الزراعة، احنا عندنا هنا في الشمال الزراعة تعود للألف الرابع للألف الخامسة قبل الميلاد، في منطقة مكني الآثار تعود إلى الألف الثامنة قبل الميلاد. إذن الصحراء نقدر نقول باللي راهي سبقة للشمال وسبقة لمناطق أخرى، ولكن فقط هذه الأشياء ما تحتاج باش نعرفوا بها، وإنما تحتاج باش نكشفوا عليها باش نبينوا واش كاين فيها. يعني التاريخ تاعنا هو يحتاج إلى أننا نعرفوا به باش الناس يعرفوا. فنجي لحاجة أخرى اللي يدخل في إطار الفنون، العمارة اللي نسميها الفنون الكبرى، فيها نصوص كثيرة تحدثت على قصور ماسينيسا في قسنطينة، قصور سيفاكس في سيغا، قصور يوبا في زاما، وفي حتى قصر ليغورطا في تالا اللي تكلم عليه ساريوس، يقول لك كان قصر كبير وقصر مانيش عارف كذا. ولكن هذه القصور لم تصلنا، لماذا؟ لأنها كلها موجودة تحت الآثار الرومانية. البحث الأثري الفرنسيين عندما قاموا بالبحث الأثري يبحثوا يوصلوا الآثار الرومانية، يحبسوا، ما حبوش يضحيوا بالآثار الرومانية باش يوصلوا الآثار الميديا. واش باللي بقنا من الآثار تاعنا؟ هي المعابد أو المقابر، كما قبر الخروب، كما قبر المضغاسن، كما قبر الرومية. وكي نشوفوا العمارة تاع قبر الرومية ولا تاع المضغاسن نعرفوا كلنا باللي تطور عن البازينة في البساطة تاعها عبارة عن ركام تاع الحجر. وكي نشوفوا البازينة مثلا تاع عين صفراء ولا بلدي بازينة في جوه اخرين، كي تشوفي البازينة وتشوفي مثلا قبر الرومية ولا تشوفي المدغسل، هو صورة مقلاصل. ولكن فقط ان القبر المدغسل ولا قبر الرومية طور من حيث التقنيات، طور من حيث صقل الحجارة، التقنيات من حيث البناء، وفي اشياء غريبة جدا. مدام غالاز تعرف باللي قبر الرومية في حد ذاته فيها تقنيات غريبة في البناء تاعو، سواء برا ولا في الداخل، ولكن ما نعرفوهاش، ما يتكلموناش عليها. الولاد تاعنا يعرفوا الأهرامات، يعرفوا الكوليزي، يعرفوا ما نش عارفوش، بس تقولي له المدغاسن وتقبري له قبر الرومية ما يعرفوش. دونك علينا احنا ايضا باش نوصلوا هذه الاشياء، وهذا فن العمارة. عندنا هذا الجانب، عندنا الشوشات اللي تطورت الى ما يسمى بالابراج الجنائزيه، كما تاع دوقه، كما تاع الخروب، كما تاع صبراطه، تقنيات عاليه جدا في البناء، ولكن ما نعرفوهاش. اذا يعني فعلا عندنا اشياء كثيره للاسف مازال ما وصلنالهاش. انا كم من مره نقول زملائي الاساتذه اللي راهم يعني دو غراد بروفيسور، البارح كنا نقريو الطلبة تاعنا بناء على واش قال غوتي، بناء على واش قال كومس، واش بيرثي وفلان وفلان وفلان. الآن انت راك دو غراد بروفيسور، لازمك تروح انت تولي للمصادر اللي استخدمها غزال، اللي استخدمها غوتي، واللي استخدمها كذا. غوتي يقراها وغزال قراها بما يخدم الوجود الفرنسي في الجزائر، لازمنا احنا الآن نقراها بما يخدم الجزائر المستقيم. هذه وجهة النظر تاعي في هذا الموضوع، وممكن إذا كان فيه ملاحظة أخرى ممكن نزيدوا نتكلموا في هذه الأشياء. وشكرا لك مدام على إثارة هذه الإشكاليات اللي في العقل الهاتف منها باش يسمعوا منها كلها أو يتعرفوا عليها كلها المستمعين والمتابعين لنا في مثل هذه الحصص. شكرا لك مدام. العفو. من شرف. إذا كان مريم بون، ما كاش مريم. Je suis là. Je vais. Oui. Et pour la suite. Je vais faire un break. L'oustad n'a دقائق راحة باش يعاود يرجع للمحاضرة تاعو. راح
نجوز على السكرين شير، نبدأ عن حياة الملك ماسينيسا. أوكي، ونعلق عليها من بعد. نعم. أوكي. Son nom a été retrouvé dans son tombeau à Syrie, premier roi de la Numidie. Massinissa est un roi amazigh et le premier roi de la Numidie unifiée. Son nom a été retrouvé dans son tombeau à Sirta, l'actuelle Constantine, sous la forme consonique Mselsen, qui veut dire leur seigneur. Fils du roi Gaïa, petit-fils de Zelalsan et arrière-petit-fils d'Ilès. Il est né vers 238 avant Jésus-Christ dans la tribu des Massines et meurt début janvier 148 avant Jésus-Christ. À la mort de Gaïa, Massinissa, passant dans le camp de Rome en 203 avant Jésus-Christ, contribue à la capture et la victoire sur Syphax, roi des Massaïciens, par le commandant romain Caius Lallius. Syphax est alors envoyé à Rome en tant que prisonnier où il meurt en 202-203 avant Jésus-Christ. Les Romains accordent au roi Massinissa le royaume de Syphax en remerciement de son aide. Il contribua largement à la victoire de la bataille de Zama à la tête de sa fameuse cavalerie numide. Genèse durant la Deuxième Guerre punique. Durant la Deuxième Guerre punique, Rome cherchait à se faire des alliés en Afrique du Nord. Syphax, roi des Massaïciles en Numidie orientale, cherchait à annexer les territoires de la Numidie orientale, dirigés par Gaïa, roi des Massines. C'est ainsi que Syphax accepta trois centuries romaines et se retourna contre Carthage. Carthage vint en aide à Gaïa, en échange de 5000 cavaliers numides sous le commandement du jeune Massinissa, âgé de 25 ans, à partir de 212 ou 211 avant Jésus-Christ. Massinissa rejoint les troupes carthaginoises avec son fidèle ami Laminius en Espagne jusqu'à l'automne 206 avant Jésus-Christ. Il remporta une victoire décisive contre Syphax et mena avec succès une campagne de guérilla contre les Romains en Ibérie. Les Carthaginois battus à Illiba finirent par perdre leur possession en Méditerranée. Le général romain Scipion, qui avait commandé l'armée en Espagne, songeait à apporter la guerre en Afrique. Et s'assurer le soutien des royaumes numides. Il gagna l'amitié de Massinissa à partir de 206 avant Jésus-Christ, avec lequel il avait passé un accord en secret. Puis, il se rendit en Afrique pour tenter de convaincre Syphax de rester dans l'alliance. Mais le roi Massaïcile, ayant eu vent de l'accord avec Massinissa, s'était déjà rapproché de Carthage. Accession au trône. À la mort de Gaïa, 206 avant Jésus-Christ, son frère Oésalcès lui succède. Marié à une Carthaginoise, Inès d'Annibal, il bénéficie de l'appui des Carthaginois contre ses voisins et ses vassaux turbules. Mais Oésalcès meurt et Capusa monte sur le trône. Usurpation. Capusa est immédiatement contesté par Metzum, son cousin, issu de la fraction rivale de la branche régnante. Metzum obtient des armes et des renforts de Syphax et s'attaque aux forces de Capusa. Le combat entre les deux clans donna la victoire à Metzum. Capusa mourut en pleine bataille. Metzul s'empara du pouvoir pour placer sur le trône Akhmazès, alors que, selon la tradition, le trône revenait à Massinissa. Carthage approuvait cette usurpation, scella alliance avec Metzul et lui donna pour épouse la veuve d'Oésalcès. Luc. Massinissa apprit ces événements alors qu'il était en Espagne. Il décida de quitter Cadès pour la Grèce. Il demanda l'aide de Baga, roi des morts. Celui-ci lui offrit une escorte de 4000 hommes qui l'accompagna jusqu'aux limites de ses terres. Après avoir rassemblé 500 cavaliers parmi les 100 et les fidèles partisans de la famille,
il s'attaqua à ses adversaires. L'Atoumazès, qui s'apprêtait à quitter Damsus, actuelle Tunisie, siège de son gouvernement pour se rendre à Sirta, afin de présenter ses hommages à Syphax, fut attaqué par Massinissa dans un défilé non loin de la ville. Vaincu dans cette embuscade, l'Atoumazès parvint néanmoins à prendre la fuite et à rejoindre Sirta. Cette victoire valut à Massinissa un afflux de partisans qui lui permirent de consolider sa position. L'Atoumazès et Medjoul rassemblèrent des hommes de leur clan, obtinrent l'aide de Syphax et revinrent à la charge avec 15 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Malgré un nombre d'hommes bien moindre, Massinissa est encore victorieux et leur inflige une dure défaite. Battu et abandonné par les leurs, l'Atoumazès et Medjoul se réfugient chez leurs beaux-parents. Massinissa occupa Thapsus, qui devint la capitale des Massines. Afin de consolider son pouvoir, il mena une lutte efficace contre Carthage et prôna l'union de tous les Numides. À l'Atoumazès et Medjoul, il offrit de leur rendre leurs biens et la considération due à leur rang s'ils revenaient dans leur patrie. Ceux-ci, rassurés quant à la sincérité de leurs cousins, quittèrent Carthage et le rejoignirent. Ce premier regroupement des forces numides inquiéta les suffètes, qui sont les premiers magistrats de Carthage, qui dépêchèrent alors Asdrubal Gisco auprès de Syphax pour le persuader du danger que représentait désormais un tel voisin. Syphax prétexta alors une vieille querelle concernant des territoires qu'ils avaient autrefois disputés à Gaïa pour attaquer Massinissa et le contraindre à épuiser ses faibles moyens. Massinissa accepta le combat, son armée fut mise en déroute. Syphax s'appropria alors une partie du royaume Massinissa. Massinissa, réfugié dans les montagnes avec une poignée de fidèles, connut une vie de proscrit. Il ne continua pas moins à harceler ses ennemis par des raids organisés contre les campagnes carthaginoises. Et les hommes de Syphax ne réussirent pas à venir à bout de lui. L'insécurité qui fit peser sur le colon et sa popularité grandissante du Midi inquiétèrent une fois de plus les suffètes carthaginois. Les expéditions contre Massinissa furent envoyées. On le crut mort, mais une fois ses plaies cicatrisées, Massinissa revenait à la charge et marchait une fois de plus contre Syphax. Peu à peu, ses compatriotes le reconnurent, lui adressèrent leurs allégeances et lui offrirent les moyens dont il manquait. Récupération. Son royaume récupéré, Massinissa s'attaqua alors au territoire voisin. Les colons carthaginois, pour se défendre, se lièrent avec les Massaïciles et rassemblèrent une grande armée contre les Massines. Syphax était à la tête d'un vaste royaume, et sa guerre contre Massinissa ne lui procura que plus de prestige encore. Satisfait de sa victoire, qui ne sera guère durable, Syphax s'accorde en dot au mariage de la belle Sophonisbe et les territoires qu'ils avaient usurpés à Gaïa. Tout cela se déroula en 205 avant Jésus-Christ, moins d'un an après le retour d'Espagne de Massinissa. Sophonisbe. Sophonisbe est la fille d'Asdrubal Gisco, général carthaginois. Célèbre pour sa beauté, elle épousa Syphax sur ordre de son père, afin de sceller une alliance entre carthaginois et numides. Elle fut auparavant fiancée à Massinissa. En juin 203 avant Jésus-Christ, suite à la défaite de Syphax et d'Asdrubal à la bataille des Grandes Plaines face aux armées romaines, puis à la prise de Sirta par Massinissa, elle retrouva ce dernier qui l'épousa sur le champ. Alors qu'elle devait finalement subir le sort des vaincus et être emmenée à Rome pour figurer au triomphe de Scipion, Sophonisbe préféra la mort plutôt que de tomber aux mains de ses ennemis, en buvant une fiole de poison que Massinissa lui donna pour éviter le déshonneur. Voilà. Quand c'est dit, بريك صغير للأستاذ ونعود نعطيه الكلمة لويزا ولا الأستاذ سيل هادي. دائما نشوف أنه هذه نظرة الماسينيسا من جانب المؤرخين من الخارج، يعني ناس من خارج الفضاء الأمازيغي، كيفاش ينظروا للماسينيسا وكيفاش يعني يحكيوا قصة حياته إنجازاته، يعني خسائره، أصدقاءه، أعداءه إلى آخره.
نعطي الكلمة للأستاذ واقيلا، ولا اللي حب يتكلم يتفضل. أنا عندي ملاحظة صغيرة برك، يقدر الأستاذ يقول لي ولا عندي الحق ولا لا. لا، بين أشياء تعرفين أنا نحب ندخل في الحياة الخاصة. سوفوني كانت فيانسي مع ماسينيسا، ومن بعد جا سيفاكس نقولوا باللغة تاعنا حنا سرقها له، زوج بها فورسي. ومن بعد كي كانت ماسينيسا فانكو سيفاكس، سوفوني دو نوفو اي ليبر. قال لك اللي بوزا سور لو شام، مو جو بونس كيلا با ايبوزي، مي بون سا سي ان ديتاي. لو بروبليم وراه، vu que هي كانت la femme d'un roi déchu. Donc, elle va être emmenée à Rome pour être exécutée. يعني ما سينيسا سلطان ما قدرش يسلك سوفونيب من العقاب تاع زوجة الملك اللي كايتي فانكو اللي خسر. كيفاش نسميو هادي؟ ما نقدرش نقولوا بانه ما سينيسا ما عندوش قوه. دونك هادي تقريبا نقدروا نقولوا بانه القانون اقوى من السلطان في ذلك الوقت. حتى السلطان ما قدرش يسلك المرأة اللي يحبها، لأنها القانون يعاقبها بما أنها كانت زوجة واحد ومن بعد هو خسر في الحرب، القانون يعاقبها. وحتى السلطان يعني حتى الملك ماسينيسا ما يقدرش يسلكها. وش رأيك أستاذ؟ والله أنا المشكل تاع سوفونيز بالنسبة لي مشكل آخر تماما. كيفاش مشكل آخر تماما؟ فيه مجموعة من وزارة الثقافة مرة من المرات داروا عليها فيلم وثائقي. قبل ما يديروا عليها فيلم وثائقي جاءوا عندي يسألوني في الموضوع، قلت لهم معلاش راكم مهتمين بصفونيز وما اهتميتوش بأشخاص أخرين. قال لي واحد للدور تاعها الكبير اللي لعباته. واش قلت له أنا؟ قلت له ماذا بيا لو كنت تقوليش حال كان في عمرها. صديق باش نعرف أنا هذه الطفلة اللي تقوم بهذاك الدور نعرف سنتها تكوين تاعها إلى آخره. قال لي بالتقريب هكذا، قال لي بالتقريب، قال لي 27 28. قلت له 27 28؟ قال لي ثلاثة ولا أربع سنوات زيادة ولا نقصة. قلت له لا، قلت له كان نقول لك بلي في عمرها 12 ولا 13 سنة، واش رأيك؟ قال لي بهذه الحالة تخصمنا كاع السيناريو نتاعي. عندي ان تكست في تيتليب يقول بالكلمة الوحدة، يقول باللي نهار اللي تزوجها سيفاكس اليتي جوست بونوبول، اليتي جوست بونوبول، يعني غير كيما بلغت سن الزواج. سن الزواج غير جي زاني 30 عندنا حنا، جي با لوان. كم عمر لا فام سوماري؟ 12 كتب لها 14 15 سنة. القانون الروماني، القانون الروماني الطفلة تتزوج في 12 سنة، يعني ما تزوجش أقل من 12، والطفل 14 سنة. دونك جوست بونوبول، دونك هي 12 13 14 ماكسيموم. اسكين في دو 13 14 تقدر تدير فعلا هذيك القصة كامل اللي حكوا لنا عليها، ويقول لك طفلة كان عندها تكوين، عندها في الموسيقى، عندها في الأدب، عندها كذا. طفلة تاع 12 سنة يكون عندها ذاك الشيء كامل، بون يعطيونا الجمال تاعها. سيتادير كو أسطورة، يعني سادير عطاو لهاد الطفلة أكثر مما تستحق. علاه؟ فقط باش تدخل في إطار المسرحية الكبيرة هذه اللي ينسجوها حول ملوك نوميديا. انا شخصيا لو كان نعرف بلي ماسينيسا ولا سيفاكس دار هذاك الشيء كيما يقولوا كذا، ما نعتبروش صديري. اذا كان الملك بهذاك المستوى بهذا كذا، طفله تلعب له العواطف تاعو، تلعب له مانيش عارف المصير تاعو، تلعب له كذا، سي انسونسي كيما يقولوا. انا شخصيا ما نشوفهاش بهالاسلوب. اذا فعلا الطفله تاع 12 14 سنه جاب لها ربي ما تقدرش دير كل هذاك الشيء اللي عطوه لها. يقول لك باللي واحد يقول لك كانت خطيبة ماسينيسا، كان يقول لك كانت زوجة ماسينيسا. عندنا نص واحد عنده ديون كاسوس يقولنا باللي كانت زوجة ماسينيسا. أنا حاجة اللي نقول له، نهار اللي ماسينيسا جا داخل القصر الملكي بعد ما حت القرطة، يقولوا لنا باللي خرجت باش تستقبله، يعني استقبلته عند السيد لابورت عند عتبة القصر.
قال لك ما عرف تيتريف يقول باللي ما عرفتوش الا بسلاح تاعو الهندام تاعو. كيفاش الطفله اللي كانت خطيبته وي سا دي سي دي شوز لازمنا كي نقراو التاريخ تاعنا لازمنا نحلوه. اذا ما عندناش دراسات نقديه تحليليه ما نقدروش نشوف هذه الاشياء، ما نقدروش نحكموا على هذه الاشياء. اذا انا بالنسبه لي سوفونيزم هي مسرحيه كبيره وسند فيها الدور لفتاه صغيره. يعني نقدروا نقولوا بلي سي اون رومانس. هذا ما كان رومانسي ليستوار دو ماسينيسا. هذا ما كان اللي كاين. اشياء كثيره، انا نقول لك اشياء كثيره اللي تخليني اولا سواء كانت زوجته ولا كانت حتى خطيبته يعني نصوروا ويقولوا لنا بلي بيانوس يقولنا بلي ماسينيسا تربى في قرطاجة، معناها يكون ربما تربى معها. اذا كانت تربى معها كيفاش هذه خطيبته مربي معها وما يعرف وما هي ما تعرفوش؟ عقلوش سي بوسيبل. دونك سا ديفو ريفوار هذه المساله. كان حاجه اخرى نزيد نقولها انا، كي شفت في الفيلم لي زيليفون صدرت في المعركه تاع لا باتاي دو 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 سيرتا لي زيليفون، شفنا في لي زيليفون كاين ان تور فوق لي ليفون، كاين ان تور فيها جنود. علاش حبيت نتكلم عليها؟ لان شوف يقول لك جزائر كي يجي يتكلم على استخدام الملوك النوميديين للفيله يقول لك ربما خذوها على الفينيقيين، خذوها على القرطاجيين، صدر تعلموا على القرطاجيين. ومن بعد كي يجي يتكلم على هذا الفيله كيفاش الحرب يقول لك باللي الفئه عند القرطاجيين عنده مثل كونياك لي يعني فيال واحد اللي يسوقهم. يقول لك بار كونت عند النوميديين كان عنده مينتور فوق معمره بالجنود. القرطاجيين خليوا الفيل هو اللي يقوم بالصدر بالمهمه تاع دوس على اسمه على الجنود تاع العدو. يقول لك عند النوميديين الفيل زائد الجنود اللي موجودين فوق. انا نسالك زال شكون الاسهل؟ انك واحد فيل يركبوا واحد شخص واحد ولا دير فوق ينتور فيها اشخاص؟ شكون فيهم اللي تحتاج الى مهم الى تقنيات؟ جابر ربي هو اللي يدير ينتور فوق الفيل هي التقنيه الاعلى، ماشي اللي يركب عليه شخص واحد. اذا كان خضاو ماشي النوميديين، وفي نفس الوقت الفيل هذا كان موجود في نوميديا ولا كان موجود في قرطاجة؟ كان عند الفينيقيين ولا كان عند النوميديين الفيله؟ إذا كانوا عند الفيلة عند النوميديين موجودين هنا في شمال إفريقيا ماشي في منطقة الشام، دونك هو اللي يتعلم عليه ولا أنا نتعلم عليه؟ هو قدر يوصل يركب واحد. أنا عندي أصلا عندي فوق 10 ولا 15 جندي، شكون اللي هو وين التقنية الكبيرة؟ ولكن هو ما يقولكش هذا الكلام، يقولك فقط ربما خذوها على الفينيقيين. وشنو الفينيقيين يديروا له أنسل كونيا والآخرين يديروا له يديرون فوق، ولكن عليا انا نعرف وراه التقنيه اللي هي اصعب، واللي عنده التقنيه الاصعب اللي هو اسبق، ماهوش اللي عنده تقنيه اقل. ويعني اشياء كثيره جدا في هذا الموضوع. الاحداث تاع سنه 206، احداث تاع سنه 206 في الحقيقه في سنه 206 في احداث كثيره جدا. اول شيء هو وفاه غايا في جونفي بابات ماسينيس، ثم وفاة أوزلاقن أو زلاسن، وما يقول أوزلاسن أنا نقول أوزلاقن السيك سيكان اللي هو عم ماسينيسا في جوان. وعندنا في جوان انعقاد مؤتمر سيا وين جاء هازدروبال وسيبيون يجتمعوا في قصر تاع سيفاكس، وهذاك في عندنا عليه كثير 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 جدا ما كان ماشي الوقت تاعو باش نتكلم فيه. وعندنا ومن بعد وفاة كابوسا في خريف سنة 206. واش ثاني اللي حدث في سنة 206؟ في سنة 206 بعد مؤتمر سيغا ماسينيسا راح يتقرب من قرطاجة، وقرطاجة راح تضحي بعد ما مات كابوسا المفروض الحكم يولي ماسينيسا، ولكن قرطاجة هي اللي تحرض سيفاكس ضد ماسينيسا.
وراحين يتعاونوا كامل باش يديروا حاجز على ماسينيسا باش ما يوصلش الحكم. ماسينيسا موجود في إسبانيا يحارب إلى جانب القرطاجيين، والقرطاجيين يتحايلوا عليه هنا باش يبعدوه من العرش. نهار اللي ماسينيسا يدور على قرطاج يقول لك خان قرطاجة، شكون الخاين؟ هي اللي خانته، اللي هو كان يحارب إلى جنبها في قرطاجة وتخلت عليه، مش فقط تخلت عليه وإنما نهار اللي باش يجي يدي العرش تاعو نصبت واحد آخر اللي هو مازوت لاكومازن، اللي هو وليد خو راح للكابوسا من أمه البونيقية. هو لاكومازن يمه بونيقية، دونك سيفاكس والقرطاجيين راحين ينصبوا لاكومازن في مكان ماسينيسا. ومن بعد ماسينيسا يدخل على قرطاجة يقول لك خان قرطاجة وراح مع الرومان. شكون اللي خان الآخر؟ قرطاجة اللي خانته ولا هو اللي خانها؟ لا كيستيون هذا هو الأسئلة. يعني عندنا أسئلة كثيرة جدا اللي ممكن نطرحوها اللي باش نتعرفوا على التاريخ تاعنا. إذا ما طرحناش هذه الأسئلة وما حاولناش نجاوب على هذه الأسئلة ما نقدروش نقراو التاريخ تاعنا. ونقول لكم ماهوش سهل. مثل هذه القراءات ليست سهلة، ولكن هي قراءات تحليلية نقدية لازمنا نتعبوا فيها باش نوصلوا إلى النتائج. شكرا الأستاذ. أستاذ وقيلة راح نهز بعض الأسئلة من عند الناس اللي تتابع فينا على المباشر. معنا أناركيولوج، معنا السي بلقادة عنده سؤالين. السؤال الأول يقول لك من فضلك ما هو المستند التاريخي اللي كل نقولوا اللي يقول أنه ماسينيسا يعني يعني بويعة من طرف القبائل الأمازيغية. وأنا نضدك ذكرت المستند لكن مش كل دي تعوده له. أيضا يقول في تدخل آخر يعني يوجه بالكلام للبروفيسور ويزا غاليز، يقولها مش كل يقول لك أنه ماسينيسا تعرف بسوفينيس ممكن أنه تلاقاها أول مرة بعد المعركة الزامة في تونس. تفضلوا نبدأ بالأستاذ سي محمد الهادي ومن بعد نرجع للويزا. أنا في الكلام تاعي من البداية قلت باللي تيتلير تيتو سيفيوس ستانيستوريا روما هو اللي قالنا باللي بعد معركة السهول في جوان 203 قلت بعد هذه المعركة مشى ماسينيسا مع ليليوس مدة 15 يوم وصل بلاد الماسيل، حيث نصابه الماسيليون ملكا. وزاد قلنا كلمة أخرى أن ماسينيسا فرح كبير باسترجاع العرش تاعو. هذا تيتليم سال إستوريا روما مشان اليوم تليم. نظن نتمنى بالقادة سبع الأستاذ. وأنا سمعت من عندك مستند من البداية. درك أن نعطي الكلمة للأستاذ الويزا ممكن تصد عليه. لا أنا ما عنديش رد على القاسم بالقادة، لكن حبيت برك ننوه بالعمل تاعو لأنه يقوم بعمل جبار في إنترنت. عندي إنتاج حول تاريخ منطقة شمال إفريقيا حتى المدن الأخرى، لكن المهم أنه منطقة شمال إفريقيا يتكلم عليها بكل اعتزاز وبكل حب. لازم يكونوا أشخاص كما هادو وصفحات كما هادو لازم تكثر بيناتنا. هذا اللي حبيت نقوله على بالقاسم. بما يخص الأستاذ أنا حبيت الآن نتكلم شوية على المستقبل. ما العمل؟ لأنه التاريخ تاعنا حتى إذا كان يعني ذكره مكشوف راه معروف في إنترنت ولقينا الكتب وعندنا ناس يحبوه وعندنا ناس درسوا فيه وعندنا ناس يبحثوا عليه، لكن إلى حد الآن المدرسة الجزائرية هي تدخل في هذا التاريخ بالكونت جوت، ولازم نعطوا لها شك فو لازم نعطوا لها كود بوانيا باش نتفكر كان عندنا واحد اسمه ماسينيسا، كان عندنا واحد اسمه جيبا مش عارفه وين، راح نجيب اسمه السيف تاعو ولا الكران تاعو ولا. دونك كومون فير بور كو لالجيري بوفوار اي بوبولاسيون سابروبري سون هيستوار، يعني تهتم بهذا التاريخ وترجعوا تاريخها تعترف به. الجبال ليست سهلة مدامة.
نظن أستاذ قبل ما تبدأ نقول نرجع شوية على شطر صغير من الجواب. نظن أنها اختيارات سياسية في هذا الباب، أنه اللي يحكم البلاد مانيش عارفة واش يختار من مقومات باش يبني الأمة نتاعو، وهذا هو المشكل. هنا يبدأ المشكل، واش تحبب الشعب تاعك، تحببهم ماسينيسا ولا تبدلهم من فترة؟ لكن أنا نظن يعني إنسانة مواطنة يعني بسيطة، أنه الشعب لازم يحب كل فترات التاريخ نتاعو ويعترف بها ويبني شخصيته على يعني توازن. ما كانش مرحلة تكون فيها غموض ولا نحط عليها كالظلمة، يعني نطفي الضوء ونقولوا هذه خليها ما نحكيوش عليها، لأنه هذيك المرحلة لا قفلنا عليها وما حبيناش نخرجوها للوجود ونعلموا الولاد تاعنا يفهموها، راح يكون نقص في الشخصية تاعنا مثل الكرسي، يعني كل رجل نقص. تفضل أستاذ ونعتذر. بارك الله. في الواقع فيه Je pense qu'il a été coupé. Allô? L'image n'est pas partie, donc ça va revenir. C'est comme ça arrive. Ouais. En attendant que M. Helsch revienne, je voulais aussi dire que la même chose se passe au sujet du patrimoine. Qui met les couleurs terre, qui met les couleurs torat. مرة كنت نتكلم مع واحدة التراث الجزائري، قلت له يجب أن نعترف بتراثنا. قال لي كاين تراث من تراث، وكأنه هو شخص تاع عنده 20 سنة في القرن 21 راه يحكم على الأجداد تاعنا اللي كان اللي جابوا تقاليد من ماضي بعيد ووصلوهم لنا لينا، هو ينوض يحكم عليهم بأنه هذا أخلاقيا مليح وهذا أخلاقيا مش مليح. قلت له إذا كان التراث هذا جاء من أزمنة غابرة حتى اليوم، سي كو إلي فيابل، راه قدر يعيش هذا القرون كامل. إذا أنت تحكم على هذا التراث بأنه غير صحيح، ولا إني با فيابل، ولا إني با كونفونابل، سي توا كي أن بروبليم، سي با لو باتريمون. لو باتريمون راه إلا في سي بروف أترافيغ لو تون، باسكو سي لا لوا دو لا ناتور، سو كي ني با فور سي سوفل يعني et disparaît. Donc, le patrimoine qui a traversé des siècles et il a continué à exister, il a fait ses preuves. Donc, c'est toi qui as un problème, ce n'est pas le patrimoine. Tout à fait. Tout à fait, je pense que c'est d'abord le jour où nous avons dit, c'est l'a dit, nous avons dit, nous avons donc, on disait, c'est vrai que bon, donc, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques, mais des choix politiques sains. Un choix, le choix, quand il est fait sainement, il n'élimine pas une étape de l'histoire d'un peuple. C'est comme si on disait à un peuple, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. On vous dit, même moi, j'ai eu la chance, par exemple, période du cycle moyen. When ils nous ont fait jubas, kdam, machin, mais ce n'était pas des trucs importants. C'est-à-dire qu'on passait comme ça. Il fallait les passer, mais il y avait autre chose qui était plus important qu'on devait apprendre, auquel on devait appartenir. Et même je suis pas venu de cette histoire. Période. Voilà. Et donc, il y a quelque chose, au fond, il y a un aqda, un mouchkoul, mais inconsciemment, il y a un aqda, ou le ولكن هذاك الشيء مخليه مش مليح. دونك توت لي بيريود توت لي انفازيون توت نوتر هيستوار اون دوا لاسومي اي اون دوا لونسيني او زونفون باش يكونوا حتى في نفسيتهم متوازنين، ما يكونوش عندهم عقد. دونك جيساي دو ميتر البروفيسور بون كي ريبارتي سور لاباري كي افي ان بروبليم دو سون. Il a un problème de son, oui. Peut-être que oui, on va prendre d'autres questions et en attendant qu'ils nous rejoignent. Rahom Hatten, Alix Chouyalium Wiza, Rahom Miss Loufik, Gedlekia Seida Wiza, Saïd, Film et Minserich Noumidia, Hadi Rahit Tsoura Bla,
سمحوا لي لكن ما عرفتش نقرا عاودوا كتبوا. عبد السلام وموسى مساء الخير ومرحبا بك يا سيده غيلاز. 90% من تاريخ نوميديا هذه راه تحت التراب، لا يحوث لا حفريات لا اكتشافات لا كيفاش حبيتي نفهموا الفتره هذه. بلاد فقيره حتى من ناحيه الطاقات اللي قادره تدير أركيولوجي وقادرة تنقص الغبار، تنفض الغبار عن تاريخ الجزائر انطلاق من حفريات. دونك معنا لي زاركيولوج جو بونس كي فهمتي لويزا واش يقصد. قال لك عندنا يعني ان اسباس ايمونس 90 جو بونس 97 تيل فو دير تحت التراب، ما كانش مال في هذا الجانب، هذا ما كانش مال يدور فيه فقر، ما قدرناش نخرجوه. كيفاش حبينا نعرفوا التاريخ تاعنا وكل شيء مدفون تحت التراب؟ فنقدروا نقولوا برك نقولوا اون في با لامبوسيبل مي اون بو دينونسي. الواحد كي يضيع كل شيء ما عندوش الامكانيات، على الاقل يقدر يقول كان لازم نديرو، لا نغضوا النظر لان ما قدرناش نديرو ولا اون كوسيون. دونك سي فري كو لونسينيومون سي لو بارون بوفر. كاين دو بارون بوفر في لي غوفيرنمون تاعنا في لي سيكتور تاعنا نقولوا وي، كاين لا كولتور اي لونسينيومون. دونك لي حب يقعد طول حياته بوفر يروح لا كولتور ولا يروح لونسينيومون. سي تري غراف، سي تري غراف. سولمون سي دو سيكتور كي دواف افوار لو بلوس دارجون، باسكو ليكول اي لا كولتور هما المستقبل تاع البلاد. وي هما المستقبل، تحبوا ولا تكرهوا. عندنا سؤال واحد اخر و دوماج جيسبر كو سي هادي فا نو روجواندر. السؤال طريق علي احمد، مساء الخير طريق ومرحبا بك تبع فينا. سؤال للاستاذ المحترم، ما كانت اللغات القديمه في الدراسات التاريخيه في الجزائر، كيف يمكن بناء خطاب تاريخي جديد يقوم على رد الاعتبار لتاريخنا القديم؟ لكن السيد هادي قاعد تبع فينا ما قدرتش تلتحق باسكو عنده مشكل تاع الانترنت، ولا شتا ترد عليهم بالكتابه من فضلك. لويزا tu peux peut-être essayer je sais pas c'est un هذا c'est un truc de spécialité. C'était quoi déjà la question? il disait quelle est la place des langues anciennes dans l'étude de notre histoire, de l'histoire de l'Algérie? Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens pour justement utiliser ces langues en parlant de notre histoire? Voilà. كيف يمكن بناء خطاب تاريخي جديد يقوم على رد il dit qu'est-ce que nous devons faire pour tenir un discours historique nouveau qui va rendre de l'اعتبار رد الاعتبار rendre فهمنا حتى الاعتبار rendre à notre histoire sa place ou ça. Rendre hommage, monsieur hommage, rendre la considération. Rendre de la considération, voilà. Bon, Keifa, j'aime bien la question Keifa, surtout quand on n'a pas les moyens. Nahkil koum deux choses. Loula, ma raconte fi Masr. Ou rahna zomna le jami'a. Kout ma'a wahed ta'ilm al-Athar, justement. Qui travaille sur le patrimoine, mais il venait de l'archéologie, simplement parce que, bon, c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu mon âge, donc il n'est pas si jeune. Au fil de la il n'y avait pas d'anthropologie. Il n'y avait pas d'anthropologie, Donc, il y a eu le tour à ce dorka, il m'a dit qu'il y a eu l'athar, la sociologie, ou l'athar, 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 الجامعة تاع القاهرة اللي عندنا ان ديبارتمون تاع لافريك دي نور، عندنا ان ديبارتمون تاع كذا وان ديبارتمون تاع كذا، وانا نايف ما وحدة رايحة من الجزائر وما سمعتوش قال ديبارتمون ايجيبتولوجي، قلت له والعلم الاثار المصري.
قال لي ماشي هنا، قال لي خاطرش حنا في علم الاثار الايجيبتولوجي عندنا جامعه وحدها. Ils ont une université pour enseigner que et pour apprendre que l'égyptologie. Et le reste, c'est des départements pour les autres espaces d'Afrique du Nord. Bon, oui. Est-ce que nous avons un c'est facile de créer un département. On a créé, Bukri, qu'on a un jamia à Felsafa, bon, à la belle plie, on a parlé de Felsafa, qu'on a un jamia à Ouhda. Bon, c'était peu. D'un jamia à Fresantena, un jamia à Fouharan. C'était suffisant. Parce que si on veut garder la ressource humaine, il faut regrouper les compétences. Et qu'on a des internats et tout pour les étudiants. L'un, on a 15 jamia à Felsafa. On a 20 jamia à Al-Minnafs. عندنا 25 جامعه تاع الاجتماع. رجعنا نقروا كامل هاد لي دومين هادو كوم سي سيتي دي ليسي، يعني نحب نقول لهم لي كريش كاع. دونك اسكي لي تيلمون ديفيسيل دو فير دي فوي. مازال لي ستوديون تاعنا راهم يخدموا في لي فوي اوروبيان اللي خلاتهم فرنسا. يا سي يافي با يو سي فوي بتيت كون اوري جامي بونسي ا فير دي فوي. لا سول غار فوي كي اون ايتي faites depuis, elles sont très très conjoncturelles, elles sont venues pour des raisons X qui mettaient à Alger Centre avec un effort le métro, mais ils sont tombés pile poil sur une ville carrément, une ville quoi. Donc, habsna les fouilles, ou djana avec la station, une station musée en plein air, musée ouvert. Oui. Il y a très très peu de choses qui ont été faites pour l'archéologie. C'est comme si on n'a pas envie de connaître notre histoire. حاجة أخرى، أنت قلتي باللي في وقتك tu es plus jeune que moi, n'est-ce pas? سمعتي هكذا اسم جوبا ولا اسم سينسا. أنا je n'ai jamais quand j'étais au lycée jusqu'en terminale hein, jamais سمعت اسم سينسا. Jamais سمعت اسم جوبا. Encore moi واسمو أكسل وكهينا فهم كهينا دهيا jamais سمعت بهم. Et jusqu'à présent, Axel et Dehia posent problème. Un problème déontologique, un problème historique, je ne sais pas de quel problème il s'agit, mais en tout cas, ça pose un grave problème. Donc, tout ça, tant qu'on n'est pas fier de son histoire, tant qu'on n'est pas fier de ses anciens, tant qu'on ne s'approprie pas ses anciens, tant qu'on ne les revendique pas comme étant les constructeurs de notre identité, on ne peut pas construire l'histoire avec la moitié de l'histoire. L'histoire, c'est une histoire, c'est un tout. نقبلها ولا ما نقبلهاش صافي ما قبلتهاش اون رياليتي هي اللي ما راهيش قبلتني كنت جوست راكونتي لي شوز سي كوم سي اون تو ديزي سي فري كو تافي ان غران بير فوالا il venait d'ailleurs et cet ailleurs est magnifique voilà. il te projette et du coup il y a un problème c'est une schizophrénie on plonge tout un peuple dans une schizophrénie donc il y a جدي يا إما je suis d'ici et je n'ai aucun papier qui prouve que je venais d'ailleurs et donc voilà mais personnellement je n'ai aucun papier qui prouve que je venais d'ailleurs et d'ailleurs tu as vu donc on a d'autres questions aussi qui me semblent intéressantes et je pense Mohamed Diorja bonne nouvelle عند بيل تحت معنا مبيل شوف سيد هادي عندنا شاب عندنا مجموعه تاع شباب في الحقيقه دي دكتوران التحقوا بينا اون فورس معنا ميت بروف لايف سي دي زاركيولوج وعندنا واحد التدخل تاع عبد السلام وموسى كو جو ريميرسي دايور قال لك استاذ في سنه 2016 أعلنوا عن العثور عن مكتبة أثرية قديمة جدا في مدينة زقالبة يبقى هذا الموضوع كأنه يعني أويكلو ما أنا personnellement ما سمعتش به يعني في الحقيقة يتساءل هل أنتم في معهد التاريخ ويعني في كلية العلوم الإنسانية عن دراية بهذا الموضوع في الحقيقة أنا هذا الموضوع سمعته هكذا من واحد من جماعة على مستوى تاع المسنجر وفيكتب لي واحد ولكن المعلومات الحقيقية ما عرفناش وهذا الأمر هذا يعني بالدرجة الأولى أنا السيد اللي تكلم معي في هذا الموضوع قلت له هذا الأمر يعني بالدرجة الأولى وزارة الثقافة نعم يعني وزارة الثقافة المفروض إذا كان لقينا أشياء
اللي تمس التاريخ تاع البلاد ولا حاجة تاع التراث تاع البلاد ولا كذا، نتصلوا بوزارة الثقافة، وزارة الثقافة عندها باحثين وعندها مختصين اللي يتنقلوا في هذا الأمر. يعني ما يتنقلش إنسان بطريقة فوضوية بطريقة فردية في هذه الأشياء. ولكن حاجة رسمية أنا شخصيا ما عنديش فيه على مستوى هكذا في الوسائل الاتصال، فيه طلبة، فيه يعني مواطنين، كثير من المواطنين لقينا حاجة فلانية في المكان الفلاني، لقينا حاجة في المكان الفلاني، ولكن عمليا ما شفناش يعني هذه الأشياء. كنا نتكلموا قبيلة على التاريخ، على علاش التاريخ تاعنا مفصل إلى آخره، يعني ما ندوش التاريخ تاعنا، ولا علاش ما درسناش التاريخ تاعنا كما يجب. وقيل هكذا كنا في الآخر حاجة، لأننا كان قلنا أن التاريخ تاعنا كأنه حذف، ما يعني مراحل من تاريخنا حذفت، كما أكسل والديهية. أنا أيضا ما كان حتى واحد درسنا الموضوع هذا ولا قلنا أي شيء عليه. درسنا في المدارس، أنا في مرحلة المتوسطة نتذكر أنه داروا لنا الممالك النوميدية، جبل الأول والثاني والثالث وإلى آخره، بصح يعني مررنا مرورك كرام، وأنه نحن أمازيغ جينا من اليمن. على كل حال الأستاذ اللي قرانا هكا قال لنا، وفرحانين وخرجنا من المدارس. ويعني حتى أنا من مدينة قسنطينة، يعني الموزولي تاع ماسينيسا تعرفت عليه اكسيدنتلي، يعني كنت ماشيه مع زملاء وقالوا لي هما يعني في ميدان الزراعه، قالوا لي هنا نجيبوا الاحصنه نربيهم قدام الموزولي تاع ماسينيسا. سالت انا قلت شكون هذا ماسينيسا، قالوا لي اول ملك نوميديا، اول جدنا الاول اللي دار اول المملكه، يعني باش انا ما تعرفتش عليه في المدرسه ماسينيسا. ما كانش سوني لابا مون بير مون غران بير سمرانا، يعني ماسينيسا كان جاي وحده مسكين من. المهم قلنا ان هاد الاختيارات السياسيه كان عندها اثر على تعليم التاريخ، وبالتالي اثر على نفسيه المواطن وعلى شخصيته، ولا نقص في الحب للانتماء للتراب، لانه عند كما ما تعلمش التلميذ يحب ولا المواطن يحب التاريخ تاعه، راح الارتباط حتى بالتربة يكون ناقص. تفضل الأستاذ. في الواقع أنا كنت حاب نقول فيه نقطتين. النقطة الأولانية هو التوجه السياسي في الحقيقة، هو الاختيار السياسي. والمشكل تاعنا نقول لو كان غير في مجال واحد، يعني فشلنا غير في مجال واحد منذ 62 لحد الآن، ممكن نلقاو حلول. ولكن التوجه تاعنا منذ 62 كان توجه خاطئ في مختلف الميادين، واللي خلانا نوصل في الأخير إلى هذه النتيجة اللي وصلنا حتى الآن. هذه النقطة الأولى، وهذا التوجه ناتج على قلة وعي. لأن لو كان كنا واعيين لازمنا نخدم بما يجمع وليس بما يفرق بين المواطنين. نقول لكم باللي السلطة الوطنية منذ 62 هي تمشي بالسياسة اللي تفرق بين المواطنين، مش اللي تجمع المواطنين. وعلاش راني نقول هذا الشيء؟ هذا قلتها مرة من المرات، باللي فيه مناطق معينة كان فيها وعي معين بعد الاستقلال، بعد ما ضحات، بعد ما تعبت، كانت تنتظر ردود الفعل، كانت تنتظر نتائج، كانت تنتظر تنمية اقتصادية، تنمية ثقافية، تنمية اجتماعية. فالسلطة الوطنية اللي عجز هذاك الوقت باش تستجيب لهذه المطالب تاع هذه المناطق، إذن باش هذه المطالب ما تمتدش على مستوى وطني لازم تعزل مناطق معينة، فباش تبقى هي تستمر. وبعد الآن 60 سنة من الاستقلال رانا وصلنا النتائج اللي وصلنا لها احنا الآن، اللي هو فشل على فشل في مجال التاريخ. والله الجيران تاعنا في الشرق وفي الغرب غير خير منا في التاريخ. حنا رانا الجامعات تاعهم خير من الجامعات تاعنا في العلوم الإنسانية، في العلوم الاجتماعية، وربما حتى في العلوم الأخرى، في يعني في مجالات مختلفة. السياسة اللي توجهنا فيها سياسة فاشلة، وفشلنا احنا الآن في الأخير. هذا هو المشكل تاعنا، ولازم يكون عندنا وعي. دائما نقول جماعة باللي كل شيء اللي موجود في هذه البلاد هذا يجمعنا ماشي يفرقنا.
لازمنا نعرفوا بلي التاريخ سواء تاريخ قديم ولا تاريخ وسيط ولا تاريخ حديث هو التاريخ تاعنا كامل، تاع كامل الجزائريين. اذا كان انت تتنكر لي وانا نتنكر لك وين رايحين نروحوا؟ هاي الاشياء اللي لازمنا لازم المواطنين تاعنا يعرفوا بلي احنا محكوم علينا باش نعيشوا مع بعض، احنا محكوم علينا باش نخدموا مع بعض. احنا اذا لازمنا تستعرف بيا ونستعرف بيك، ولازم تعرف بلي هذا التاريخ تاعي هو التاريخ تاعك والتاريخ تاعك هو التاريخ تاعي. اذا بغير هذا ما نقدروش نروحوا بعيد. يعني اسمحي لي هذا هو هذه موقف تاعي. ونقول الان كثير من الناس يستعرفوا بلي السياسه اللي انتهجناها دوبي 62 فاشله. ورانا استاذ انا نبشرك بالخير انه يعني مش نقولوا 50 ولا 60 سنة احنا يعني علمونا نقولها تحمل مسؤولية كلامي انه يعني هذاك جهة هكذا يعني الجهوية والقبيلي والعربي، لكنها ما قدروش يفرقوا، بالعكس زادوا جمعونا، يعني زادوا خلاونا. أنا شخصيا خلوني سألت كثير، لأنه حتى داخل الأسرة نكون من مدينة معينة لكني عندي عائلة تيجي من منطقة القبائل مثلا، وأنا صغيرة بديت نسأل يعني سيتو سكيزوفريني، كأنك نسا يعني كيفاش أنا عربية والعائلة تاعي تجي من منطقة يقولوا غير ما مش عرب. إذا ما تقدرش لازم يكون حتى الاختيار تاعك السياسي يكون مبني على منطق، ما تقدرش تبني على فوضى عقلية. الفوضى ما كانش يعني فيها منطق. عندي أسئلة أخرى أستاذ. سؤال طرحته قبيل ولازم نعاود نرجعه لأنه مليح كثير جاوبت عليه. يقول انه واش عملنا في مثلا، يقول لك واش الدراسات في الاختصاص تاعك استاذ بالنسبه للغات القديمه. نحاول نتفكر يعني لو كان ندرس كثير اللغات القديمه تاعنا وندمجوها مع علم الاثار، ممكن من هذا الباب هذا راح نرجعوا الاعتبار للتاريخ تاعنا وحتى الخطاب التاريخي تاعنا بالنسبه للفتره القديمه يعني ما قبل الميلاد. واش راهو يعني واش رانا قادرين نعملوا في هذا الميدان اللغات والتاريخ؟ ربط اللغات القديمه يعني، ونروحوا ديريكت نقولوا انه مالك شي يشير الى الامازيغيه ولا اللونغ ليبيك. واضحه اللغات القديمه اللي هي نعم. الان أنا مثلاً الآن إحنا في تاريخ قديم. تاريخ قديم إذا كان عندك تاريخ قديم وما عندكش اللغة اللاتينية ولا اللغة الإغريقية، كيفاش حتخدم؟ خاصة الإغريقية واللاتينية. المصادر تاعنا كلها باللغتين. وإحنا درسنا في السبعينات قرأونا كيفية قراءة النقوش وليس كيفية قراءة اللغة اللاتينية. واللغة اللاتينية والنقوش مش هي نقوش لاتينية، ولكن باش تقرا كتاب كلاسيكي وباش تقرا النقوش ماشي نفس الطريقة. والأغلبية تاعنا الآن ما نتحكموش في اللغة القديمة. إذا كان ما تتحكمش في اللغة القديمة ما تقدريش تحكمي في تاريخ قديم. ما تقراش تقراي تيتليف ولا تقراي ساليوس ولا تقراي كذا إذا ما عندكش لاتينية. نعم. إذن اللغة القديمة كانت هي اللغات ضرورية، وإحنا في السبعينات درنا ديزينيسياسيون ماهوش اللغه اللاتينيه، ما قريناش قراءه كامله. يعني فيما بعد حاولنا باش نبذلوا جهد باش نقدروا نوصلوا لهذه المصادر، ولكن كم من مره حاولنا ندخلوا بعض اللغات كل مره فيه سياسه الدخل. مثلا علاه ما قريناش العبريه مثلا؟ الجماعه اللي كان ما علاه ما يقراوش العبريه مثلا، علاش ما يقراوش الاغريقيه، علاش ما يقراوش الفرعونيه مثلا؟ كل واحد في التخصص تاعو، واحد يخدم على مصر المفروض يقرا الهيروغليفية، اللي يقرا مانيش عارف على منطقة الشام وكذا المفروض يقرا الحرامية ولا يقرا من العبرية ولا يقرا مانيش عارف هذه اللغات. حنا هذه اللغة تاع كذا وهذه اللغة تاع كذا، وحتى اللغات الحديثة الآن ماناش متحكمين فيها، ماناش يعني اللغات الحديثة اللغة الفرنسية واللغة كذا
لا في أقسام التاريخ ما يعرفوهاش طلبة تقريبا. إذا كان طالب بلغة واحدة مش ممكن يقدر. واللغات هي وسيلة لباش تعرف على الآخر. وإحنا الآن ما عطيناش أهمية للغات، إلى حد الآن ما عطيناش أهمية للغات، سواء اللغة القديمة ولا اللغة الحديثة. إذن أنا شخصيا في أنا شخصيا هاري سجلت الدكتوراه تاعي مع السي محمد فنطر في تونس في 90. أعطاني رسالة لموريس نزار اللي باش ندير معاه البنيقية. كي جيت هنا الجزائر باش نطلب باش نروح، ما عطاوليش باش نروح، وهي اللغة الأساسية بالنسبة لي أنا طبعا. إذن يعني فيه في السياسة الوقت، وفي بعض الأحيان الشخص اللي يرفض لكل الشخص اللي يخليك بتروح ما تستفاديش من هذاك الشيء، إنسان تافه حاشاك سمحي لي على الكلمة. يعني إنسان تافه جدا يتصرف في مستويات أخرى. موظف بسيط يقرر في مانيش عارف المجلس العلمي تاع كلية ولا تاع جامعة يعطيك باش تروحي، يوصل موظف بسيط في الوزارة لأن عنده صاحبه باش يبعثه في مكانك، يبعث صاحبه ويخليك أنت ما تروحيش. نعم. يعني كاين هذه المشاكل لازم نتكلموا عليها. لازم. ايش مرينا حاليا على بصح ماذا بينا الطلبة تاعنا تاع المستقبل ما تصرى لهمش نفس الشيء. نعم. إذا حبينا فعلا نتقدموا. نعم. شكرا أستاذ على الرد. عندنا مانيش عارفة لكن سؤال ولا ملاحظة أنا نشوفه مفيد حتى تزيد الأستاذ تعلق عليه. تقول نارا توتي مساء الخير ومرحبا بك في محطة المترو ساحة الشهداء العاصمة، لقوا أثناء الحفر مدينة من شكلها يبان بناء نوميدي، حوطوها وداروا لها لافتة مكتوب فيها حي من العهد العثماني. نارا لا ما تغلطيش لأنه ليجي يبني على هذاك المكان شيء آخر، مثل جو بونس لا ميري دو كونستانتين لا باتيسيتي نوميد تاع اللي معبد نوميدي، من بعد صبح مانيش عارفه بيزنطي شيء، زادوا وصلوا العرب جو بونس داروا مسجد، ومن بعد العثمانيين مانيش عارفه واش داروه، حتى وصلت فرنسا ورجعت يعني مقر ولايه قسنطينه. دونك العثمانيين ممكن عندهم ثاني اون توش الاستاذ في الحفريات تلقاوها في المترو دالجي، باش تفهم السيدة هذه أنه مكان آثاري تقدر تلقى فيه دي كوش باكزومب اللي يجي يبني عليه حاجة أخرى و... هذا اللي قلت أنا كي تكلمت قبيلة، كي تكلمت على القصور تاع ملك ماسينيسا والقصور تاع سيقا والقصور تاع زاما إلى آخره. نعم. هذه القصور الأشياء اللي تتبنى داخل المدينة. تروح المدينة القديمة تجي مدينة جديدة، فإن الناس اللي يجي يحوصوا على الآثار تديبون واش حوص. الفرنسيين كي كانوا يحوصوا على الآثار كانوا يحوصوا على الآثار الرومانية، دونك غير يوصل الآثار الرومانية يتوقف لأن تحت منها كان آثار نوميدية ما يوصلش. أما هذه الكلام هذا تاع نوميدي هذا بيزنطي وهذا كذا، نقول لك بلي شفت فيلم وثائقي في التلفزيون الجزائري يتكلم على قبر الرومية يقول لك آثار رومانية. نعم. قبر تاع كليوباترا سيليني اللي بناه يوبا الثاني ويقول لك قبر تاع يقول لك اثار رومانيه. كم من اثار نسب لها لغيرنا واحنا عن جهل. المفروض اشياء كثيره حتى كنا نسمع في الوثائق القبيله كان فيها اشياء اللي في الحقيقه ماهوش بهذيك الطريقه هذيك، ولكن المشكل تاعنا احنا كل واحد فينا يحب يخدم وحده، يعني ما يستشيروش المختصين. شفت الأعمال تمت على نوميديا، شفت أعمال كذا، تكلمت مع أصحاب هذيك الأعمال قلت لهم باللي هاي لك النقائص هاي النقائص هاي النقائص حاولوا تصلحوها، ويقول لك أنا خلاص الفيلم درته ولكن علاش ما استشرش قبل ما ندير الفيلم. صح. وتنشر الفيلم وتكون فيها أخطاء، والأخطاء على بالك الصورة ماهوش كيما الكلمة. الفيلم وثائقي يسمعوا له الناس ويأخذوا عليه الناس أكثر من المحاضرة كي تلقي محاضرة ولا كي تتكلمي. إذا كان التلفزيون تاعنا يخطأ، إذا كان الإذاعة تاعنا تخطأ، إذا كان المواطن تاعنا العادي يخطأ، خلاص التاريخ راح التاريخ تاعنا. يعني في أشياء كثيرة جدا للأسف اللي ولينا ما نتحكموش فيها ما نعرفوهاش إلى آخره. فيه ربما الآن فيه نوع من الوعي بعد الضربات اللي تلقيناها كما قالت مدام غالاز اللي تخلينا ربما نفطنوا بلي
التاريخ تاعنا عنده امتداد كبير جدا، ماشي تاع البارح، وتاريخ تاعنا يبدا من مقبل تاريخ حتى لسنة 2021، ماهوش ما نتوقفوش لا في 2015 ولا في 2020. التاريخ تاعنا يستمر الى ما لا نهايه، حتى يعني تنتهي الارض وما عليها. ولا في تفضل كيفاش راح نقضيو على قضيه جو ميكسكوز ويزا تو ولي دير كلك شوز نو جو ولي جوست لي دير ولا في 2019 يقول كيفاش الاستاذ السيد هادي كيفاش راح نقضيو نهائيا على فكره خيانه ماسينيسا في اوساط الشباب، هذا يعني امر كثير منتشر وعندنا أسئلة هنا. كيفاش يقول كيفاش تقدر تقول أنه ماسينيسا لم يخن وهو نصارى روما، مع أن أنا مانيش من التاريخ ونقول لكم أن الخيانة شيء نسبي وما تقدرش تحكم على الحدث التاريخي في وقته في المنطقة الجغرافية تاعه وفي الثقافة اللي كانت سيدة في ذلك الوقت. إذن كيفاش هل ماسينيسا كان فعلا خائنا؟ يعني يبقى نفس المشكل، وإحنا عندنا بزاف هاد الأيامات وهاد انتشرت ثقافة الخيانة هذه، كل الرموز الوطنية أصبحت خائنة. شوف كيفاش راح نقضيو على قضية ماسينيسا خائن؟ مش أنا مش قضية ماسينيسا فقط. شوف الأمير عبد القادر الأمير عبد القادر بولازان عنده كتاب يسميوه الأمير عبد القادر جيفاناتيز بيزيرما وباتريوتيزم فرنسي، من مانيش عارف كذا الإسلامية إلى الوطنية الفرنسية المواطنة الفرنسية. هل الأمير عبد القادر في يوم من الأيام كان مواطن فرنسيا؟ نعم. أو كان وطني فرنسي؟ وهل رافق الاستعمار الفرنسي لكي يعمر الجزائر؟ أبدا. هذا الإنسان اللي حارب فرنسا 17 سنة ومن بعد ولا مواطن فرنسي. على فرنسا دائما دارت ديتيكات، يعني كل واحد فينا دارت له وهذا هذا كذا وهذا كذا هذا كذا باش تجردنا من الرموز الوطنية. فلو كان تشوفي بعض الرسائل اللي نشروا من الفرنسيين في القرن 19 حول الأمير عبد القادر مع ثورة المقراني قبل ثورة المقراني إلى آخره، على وليده كيفاش يتبرى من وليده كيفاش كذا، على دعاية لباش تضبط فينا العزائم. وفعلا قدروا باش يوصلوا. لو كان نقرأ لكم، عندي مجموعة رسائل فرنسا نشرتها على الأمير عبد القادر ودايرة فيها خاتم تاع الأمير عبد القادر اللي يتبرى من ثورة المقراني، اللي يتبرى من الوليد واللي هو جا باش يدير ثورة عنا في الجزائر، ويتبرى من فلان ويتبرى من فلان، على لأنه باش يثبتوا العزيمة فيه. نفس الشيء اللي قالوه عبد القادر لاميدا فرانس، كان يقولوا هيدا صديق فرنسا. الأمير ماسينيسا أيضا باش يسقوا له تيكات صديق روما. أنا نقول لك باللي ماسينيسا قبل ما يموت الرومان طلبوا منه باش يساعدهم في الحرب البونيقية الثالثة، ما حبش. وأبيان يقولنا باللي ماسينيسا كان زعفان على روما كثيرا، على لأنه جات قطف الثمار الانتصار على قرطاجة. هو كان ينتظر باش يدخل على قرطاجة ويجعلها هي عاصمة تاع شمال إفريقيا باش ما يديهاش، دخلوا له فيها داوها له، وبعده ما يقول لك ماسينيسا صديق فرنسا، عفوا صديق روما، والأمير عبد القادر صديق فرنسا. ويقول لك المقراني ما كانش يحارب على الجزائر، كان يحارب على أنه كان بشغة وفلان كان كذا فلان كان كذا. إذن لو كان ما نكونوش على وعي بهذه الأشياء نقعدوا هكذا نبقوا تابعين لهم واش يقولهم. وتاريخ تاعنا إلى حد الآن ما قريناش احنا. أنا نقرأ واش كتبوه هنا الفرنسيين، واش كتبوه هنا الألمان، واش كتبونا كذا، وما ما راحش يعني نخلصوا من هذه الأشياء بسهولة. يعني ما تجيكش الأستاذ أنه هناك يعني إرادة تحب يعني تحب توجه الرأي العام في يعني في عود أننا نركز على أن ماسينيسا وحد النميديا الشرقية والغربية، وكان عنده وكما قلت لأنهم تحب ركزهم وعلمهم الزراعة إلى آخره، ويحبوا يحطون غير ماسينيسا خان أو لم يخن. هذا هو، لأن
مشكل فعلا، يعني نركزوا على الجوانب السلبيه والجوانب ونساو الايجابيه. ونساو الحوايج اللي كبار يعني مفيدين بزاف للتاريخ تاعنا. نتبعوا غير هاد لي فيتوريتي والاخر الحاجات الاخرين ما نعرفوهمش في بعض الاحيان، ونقولوا نردوا لوحدنا ما نعرفوهاش، المشكله فعلا. مريم. نعم. كان ان ليفر اون فيلوزوفي دو نيتش، يا دي جون كي نيم با نيتش، مي نيتش ا دي بوكو دو شوز اكستراوردينير. كريبوسكول ديز ايدول. وي. يحب يحطم بلاد، دابور اي فو بلونجي سي ايرو دون لوبسكوريتي. حطم الرموز تاعها، وي الرموز تاع بلاد. حطم الرموز تاع بلاد. الوطنية تاعك والحبس تاعك وكل شيء، إذا ما كانش عندك رموز. فوالا. فوالا. إذا مهما يكون الموقف تاعنا السياسي ولا الاختيار السياسي تاعنا، ولا نكونوا في المعارضه ولا ضد حكومه ولا ضد وزير ولا ضد رئيس، لازم ننبهوا الشباب تاعنا انه صح الرموز التاريخيه ماهيش كيما يقول لك تغلط فيها اخطاء الى اخره، بس حاولوا تركزوا على ما هو ايجابي وتتعلموا منهم. مانيش غادي نقول انا شخصيا انكم ما تتعلموش من اخطائهم، تعلموا من اخطائهم، خطأ وممكن عمق بخطا استراتيجي ولا يعني مانيش عارفه، ولكن حاولوا انكم هاد الاجداد تاعكم القدامى تعلموا منهم اشياء، وحتى كي تحبوهم تحسوا بالراحه وتحسوا بالاعتزاز. دونك جميع من يحب يدخل لكم في راسكم انه ماسينيسا كافر وكان خائن وكان هذا هو التاريخ، هذا هو اصلا راك في سويسيد، راك قاعد تنتحر تاريخيا وثقافيا، ما تخليش الناس يحطموا لك معنويتك. قلت ما يقدرش يكون مسلم قبل ظهور الاسلام. قريت أستاذ أنا كاين هكا واحد الباساج على ماسينيسا ويحكي مع الشمس ويقول يتكلم كأنه يتكلم مع إله إلى آخره، فكان هذا شيشيران، هذا نص تاع شيشيران اللي جابه هو، هذا سي كيكيران هو اللي جاب هذا النص هذا على لسان ماسينيسا. إيه على لسان ماسينيس كاين هذا النص هذا، بون هذا يستشهدوا به على عبادة الشمس. نعم. وعبادة الشمس وعبادة القمر، عبادة الكواكب كانت موجودة عند الشعوب الأخرى، ماشي غير عندنا، كانت موجودة عند الشعوب الأخرى، وحتى عبادة الحيوانات في بعض الأحيان. دوك نقول لك مثلا، يقول لك في مصر مثلا عبادة الكبش، عبادة الكبش في مصر وعبادة الكبش مثلا في منطقة شمال أفريقيا اللي هو أمون، أمون أي. أمون لو ديو را. كاين يقول لك يعبدوا كبش. تعرف يا مدام، لو كان يعرف الإنسان، لو كان احنا نعرفوا واش عبدوا في هذاك الكبش، ما نقولوش شوف عبدوا في الكبش خاصية معينة، واش هي القدرة تاعو على التخصيب، على التخصيب، لا في كونديتي. وي فيقول لك باللي الكبش واحد لو كان تحطيه مع قطيع من الغنم تاع 100 ولا 200 نعجه يقدر يخصبهم في نهار واحد، وهذه الطاقه مش موجوده لا عند الانسان ولا عند باقي الحيوانات. اذا هذا الجانب هذا اللي يعبدوه فيه او اللي قدسوه فيه على، وما يعتمدوا على القطعان، الثروه تاعهم من القطيع، وهذا الانسان يقدر يزيد له من القطيع. وي سيتادير كثير منا من حنا ما شفناش، حنا شفنا الكبش، هما ما شافوش فيه الكبش، شافوا هذاك ايه، لانه كانوا يتاملوا الطبيعه بكثره. نعطيك حاجه اخرى مدام، بالك نزيد نسكت. شوف عندنا حنا هنا في منطقه شمال افريقيا عمليه الدفن، يدفنوا الميت كيفاش يدفنوه؟ يدفنوه في وضعيه القرفصاء، يعني رجليه هكذا على يديه. هذه تسمعي مدام؟ كاين صوت؟ نسمع فيك. دون لا بوزيسيون دو فيتوس، تعرف الفيتوس، هو سي لا بوزيسيون دو فيتوس جوستومون. كيفاش الانسان المغاربي في القرن الثاني ولا الثالث ولا الرابع قبل الميلاد عرف لا بوزيسيون تاع الجنين في البطن تاع امه، ويقول لكم بعد نردوه البطن ام الارض اللي باش يعاود ينبعث من جديد. انكرويابل. عصرو هذا لو كان نجيو نحلوا الاشياء، بصح حنا فينا غير الهضره،
إذن لازمنا نعاودوا نقراو التاريخ تاعنا ونتأملوا في التاريخ تاعنا، نعرفوا الأجداد تاعنا. نقول لك مثلا للطومبو دلا كريتيان ولا للطومبو دلا كريتيان سادير لابور سي دي فوس بورت، عنده دي فوس بورت لابورت ريال من تحت الأرض، وكي تدخلي لداخل كاين كولوار، كاين وين كي تمشي داخل الكولوار تعرف شي حجرة يطيح عليك باب تاع الحديد سلكتي في الدخول، ممكن يطيح عليك في الخروج، وكاين عدة أبواب. واو. القرن قبل الميلادي فكر في هذه الاشياء. يا فيت لا تكنولوجي وي. ما نفكروش واش هذه الاشياء. سي لادي في هذا الباب عندي ملاحظه مليحه على مدينه سمداد. قال لك هذه موحى فاتح مساء الخير ومرحبا بك. عندنا قال لك كارثه عندما اتت استاذه، صح جات استاذه امريكيه وجو بونس انجليز مانيش كذا، راحت مدينه تيمغاد صورت وعلقت كثير على مدينه تيمغاد وعلى اهميتها الى اخره، وتلاقات بشباب من المنطقه يعني شويه من تيمغاد، قالت لهم على بالكم بلي اجدادكم اللي بناوا هاد المدينه كلها وانهم كانوا كبار القوم هما صح يزيتي رومانيزي في ذاك الوقت في تيمغاد. قال لك موحى فاتح قال لك من الكارثه العظمى ان ابناء تلك المدينه كذبوا المرادي قالوا لها مشي تلعبي حنا نقدروا نبنيو حاجه كيما هكا. شو تعلق على مدينه تيمغاد وعلى يعني دور سكان تلك المنطقه في بناء المدينه وكيفاش كانوا هما كبار تلك المدينه حسب بعض المستندات؟ Je pense qu'on a perdu. Allô. 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 Oui, oui. قلت لك التسمية تاع تيمغاد في حد ذاتها تموغادي هي كلمة بربرية. كان يقول لك باللي راهي يبدو الصوت ماهوش مليح. نو. ألو. لا راك مليح راك مليح. قلت تسمية في العمارة في حد ذاتها هي ما تصورش بلي راحوا جابوا الرومان باش يبنيوها، بنوها الأهالي اللي تبنت على يد الأهالي مش على يد الرومان. وكل الأهمية تاع مدينة تيمغاد هي المدينة الوحيدة الآن مع مدينة بومبي اللي موجودة في إيطاليا اللي كما كانوا في القرن الأول الميلادي، يعني المدينة محفوظة بكاملها بشوارع تاعها بالأزقة تاعها إلى آخره. وقلت كاين مدينة بومبي في إيطاليا لأن مدينة بومبي فيه زلزال انتروبلمون دو تير غطاها، عاودوا اكتشفوها كما كانت، ومدينة تيمغاد كما كانت في القرن الأول. يعني عندنا الكثير من الآثار اللي موجودة عندنا في منطقة شمال أفريقيا نادرة جدا. عندنا ديزاك دوك حنايا المياه، عندنا واحدة هنا في شرشال هي أكبر أكدوك في العالم الروماني بعد الأكدوك تاع نيم في فرنسا. يعني عندنا مجموعة كبيرة من الآثار إحنا ما نعرفوهاش وما قدرناش نستغلوها، بينما الجيران تاعنا خاصة الشرقيين السياحة هي المدخول الأساسي تاعهم تقريبا في فترة معينة، بينما إحنا كان عندنا بترول خلاص اعتمدنا على البترول والآن حبينا نتخلصوا من البترول بصح ما قدرناش، لأن التربية تاعنا تربينا على البترول. هذا هو قبل ما نخلصوا حبيت برك نضيف حاجه باش يفهموا لي الناس اللي تبعونا اننا عندنا ما نتكلم على التاريخ الامازيغي هذا، ومانيش فاهم انا حتى المنطق تاع الناس اللي يقول لك ما تنساوش التاريخ الاسلامي العربي، كيفاش ننساو تاريخ مرحله من تاريخنا وحنا ناكدوا ان تدريس كل المراحل التاريخيه تاع البلاد تاعنا مهمه جدا ونأكدوا عليها، وانه لما نتكلم على التاريخ القديم هذا لا يعني اننا نلغي اللي جا من بعدها، بالعكس نتعلموا منها ونعتزوا بها ولازمنا نعرفوا سلبياتها وايجابياتها ايضا. فكل من يحس ولا عنده انتماء الى امه يعني غير امازيغيه فهو رغم انفه بالانتماء الجغرافي والترابي والثقافي فيه يعني
أمازيغ يعني انتماء أمازيغي، وبالتالي نحن شعب واحد ولا نفرق بين أحد، يعني ما عندناش هذا المشكل، بالعكس احنا نحبوا أنه نعترفوا بهذا التنوع الثقافي واللغوي اللي هو ثراء التاريخ تاعنا. أستاذ طبعا احنا ما فيش واحد فينا تنكر الإسلام، أنا نتكلم معك باللغة العربية الفصيحة ماشي نتكلم بلغة أخرى، ولكن في نفس الوقت مثل ما راني نتكلم باللغة تاعك وماشي نتنكر اللغة تاعك، المفروض أنني ما تنكرش الوجود تاعي. أنا أيضا أنا موجود معك، ما تنكرش الوجود تاعي، ليش أنت مش موجود؟ أنا واش قلت؟ قلت لهم باللي من ناحية تاريخية منطقة شمال إفريقيا في القرن الأول والقرن الثاني كل المؤرخين يقولوا عدد السكان فيها ما بين 4-6 حتى 8 ملايين ساكن. الوافدين فيما بعد من كل مختلف الشعوب، الرومان شحال اللي كانوا رومان هنا؟ كانوا يقولوا ما أقصى شيء 20,000. الفترة العثمانية تقريبا نفس الشيء. المسلمين العرب المهاجرين هذا المنطقة شحال كانوا؟ يقول لك إذا أقصى حد في بني هلال وبني سليم وبني معقل أقصى شيء يقول لك ربما كانت نروح حتى 150,000. 150,000 مع 6 ملايين من الناحية العرقية ما يدير والو. واش نقول؟ أنا قلت لهم باللي التأثير كان يتم على مستويين، على المستوى العرقي وعلى المستوى الثقافي. على المستوى العرقي الوافدين إلى منطقة شمال إفريقيا دائما كانوا يشكلوا أقلية ويذوبوا من الناحية العرقية في العصور المحلي. من الناحية الثقافية، من ناحية ثقافية بعد ما تدخل أنت الإسلام لازم تفهم الإسلام، ولا ما جبت تفهم الإسلام لازم تفهم الإسلام. كيفاش تفهم الإسلام؟ لازم تقرأ القرآن. باش تقرأ القرآن، باش تقرأ القرآن تقرأ العربية. فنتيجة لدخول الناس الإسلام تعربوا، أصلهم أمازيغي ولكن تعربوا باش يفهموا الإسلام، باش يقرأوا الإسلام. إذا من الناحية الثقافية كان تأثير قوي، أما من ناحية العرقية ما كانش حاجة تأثير. يعني كنا أمازيغ تعربنا عربنا القرآن وعربنا الإسلام، هذا اللي صرا. وبالتالي أنا ما نتنكرش الإسلام، أنا مسلم نقوم بالواجبات تاع الإسلامية، ما نقدرش نتنكر الإسلام. ولكن إذا كانت تحب الإسلام ماهوش مرتبط باللغة العربية في نفس الوقت. إذا كنت تنكر لي أنا ثاني تنكر لك ليك أنت، إذا كنت تنكر لي ونتنكر لك وين راحين نروحوا؟ راحين ندمروا بعضنا بعض، هذا اللي راح يصير. إذن هذا التنوع هذا المفروض يكون ثراء، ما يكونش باش يدمرنا ولا باش يحطمنا. ومانيش عارف إذا كان عندكم. على كل حال أنا هنا في أوروبا مهما تكون أجنبي ويعترفوا لك بالكوميونيتي، لكن تبقى الأرض بريطانية. هكا احنا في الأرض، أيوة. الأرض أمازيغية وتقدر تكون فيه تنوع ثقافي ولا، ولكن هذا لا يلغي أنه البلد أمازيغي، وبالتالي اللي عاش أكثر من قرن ولا قرنين يصبح بالضرورة ثقافيا أمازيغي. ماشي ثقافي ماشي تعود ثقافي، نعم. هذا ماشي مشكل، ولكن المشكل تاعنا فقط اللي لازمنا نفهموه، اللي أنا شخصيا حابين نفهموه كامل، وأنا تاريخ تاعنا تاريخ واحد، وتاريخنا جميعا، وتراثنا واحد، وتراثنا جميعا، وبهذه الطريقة نقدروا نبنيو البلاد اليد في اليد، نبنيو في البلاد. بس حيث كان فيه كل واحد يجبد جيته وهذا اللي يحبوه الآخرون، راح نضمروا البلاد هذا المكان. وسنسمحكم على كلمة عن ضمور البلاد. راح نعلق على برك يعني تعليق، راح نخل تفضلي زيد غير حاجة واحدة على واش قال الأستاذ فيما يخص التعليب. لكن لازم نقولوا حاجة، الجزائر لم تعرب كما عربت في هذه 50 سنة الأخيرة. وعلاش؟ طبعا إلى غاية الستينات كان أكثر من 60% جزائري يتكلم بالأمازيغية. بعد الستينات لا جينيراسيون اللي بقات فيها الأمازيغية غير الكبار في المناطق، مثلا تلمسان دوكا اللي يتكلم الأمازيغية عنده أكثر من 80 سنة وباقي يتعربوا. هذا عن طريق دمقراطة التعليم، يعني لا ديمقراطيزاسيون دو لانسينيومون.
كاين حاجه اخرى اللي حنا ما نعرفوهاش وهذه جلاديات لي زانترنوت، تعرفوا بلي القصور اسمهم القصور تاع الصحراء الى حد الان مازالوا يتكلموا غير الامازيغيه داخل القصور، ما حتى واحد ما على باله. حنا كي نمشي للصحراء يقولوا لي استاذه ولا كنت نتفاهموا غير خير بالزناتيه والقبيليه، خاطرش ما نعرفش نهضر العربيه، العربيه تعلمتها في المدرسه ونهضرها بالفصحى، اذا ما كنتش مع الاستاذ ما نعرفش كيفاش نهضرها. دونك هاد الاشياء هادي لازم نعرفوها على المجتمع تاعنا، ما تزيد ما تنقص، لكن معرفه لازم واحد يعرفها. معليش هذه تعليقات استاذي خص سي سي ماهيش راح تفيدنا باش نكونوا نفوسنا كمجتمع ولا كأمة ولا كبلد، مي معليش نردوا عليهم تاع قادر درقه بس الخير ومرحبا بك، لكن قالك اكسبليكي مو كومون سا سفي كيل يا دي فامي كي بار لا لانغ امازيغ اي دوتر با دو تو. اي بيان اكسبليكي مو مسيو كومون سفيتيل كو يا لا كاتريام جينيراسيون دالجيريان ان فرانس اي ميم لا بروميير دوزيام جينيراسيون où les parents décident de ne pas apprendre à leurs enfants l'arabe ou l'amazigh et qui ne parlent que la langue du pays où ils vivent. Vous voyez, il y a des parents qui ont décidé d'apprendre à leurs enfants la langue arabe parce que c'était la langue de la religion. Comme par exemple, il y a aussi des Italiens qui jusqu'à aujourd'hui, et que je connais parfaitement bien, quand ils font de la prière, ils font de la prière avec le latin. C'est un choix familial. Donc, كاين عائلات مديرين فبزاف خيروا انه هما يعلموا اللغه تاع الدين لاولادهم. واذا كيفاش تفهمني انه مثلا في بلاد الشاويه اليوم في العائله الوحده تلقى الجده تحكي بالشاويه والحفيظه ما تقدر تفهم جدها ولكن ما تقدرش خلاص تتكلم كلمه بالشاويه لان المنطقه كامله اختارت انه تتكلم اللغه تاع الدين. ويعني يدي ولادهم المدرسه القرانيه وشي سي تروك ساكري لازم يديروها. دونك لا لونغ ماهيش اللغه اللي تتكلمها ماهيش هي العرق تاعك، تقدر تتكلم لغه اللي فهمتني، نقدر نكون انا عندي حافظه تتكلم غير الانجليزيه ولكنها جزائريه. داكوغ استاذ تفضل. الان مدام نقول لك حاجه، الان مدام انا مشيت مناطق مختلفه من البلاد، فعلا كما قالت مدام غالاز تدير فيه المدرسه ووسائل الاعلام والمركزيه الاداريه، كل هذه الاشياء عربت المجتمع. ونقول لك ايضا حتى السلطه في البلاد لعبت على هذا الجانب، هذا على مساله الوقت اللي باش نتعربوا كامل وينتهى الامر. ولكن نقول لك الان بعد ما طفت عدة مناطق في البلاد، في جونفي اللي فات كنت في باتنا، كنت في مناطق أخرى، يعني كنت في أدرار، كنت في مناطق كثيرة اللي ما زلت ناطقة باللغة المسموم، نقول لك حاجة اللي مهمة الآن جدا، يعني في بعض الأحيان المدرسة والتكوين خلى الإنسان يسترجع الذات تاعه، يفكر في وجوده هو بالذات. لأن الآن صبحوا الناس اللي يخموا يقول لك أنا الآن لو كان استمر الوضع على ما هو عليه أنا الآن موت، يعني ما نبقاش سيتادير لو كان استمروا بهذا الوضع اللي رانا فيه اللغة الأمازيغية من على 50-60 سنة ما تبقاش أمازيغية، إذا كان ما بقاش أمازيغية دونك ما بقاش الأمازيغ في التاريخ. فكثير من الناس في الأوراس، كثير من الناس في مناطق أخرى في السابق كان التركيز على منطقة قبائل على منطقة قبائل، ولكن الآن في مناطق كثيرة جدا أخذت يعني نصيبها من الوعي بالذات، وبدأوا الآن في الأوراس. أنا كنت في الأوراس في جونبي اللي فات، في الحقيقة مناطق كثيرة جدا ولات تعود إلى الشوية، وراي تتكلم الشوية في منطقة الأوراس، في مناطق حتى خارج الأوراس يعني محاضية الأوراس، ما نتكلمش على أم البواقي، ما نتكلمش على أريس، وما نتكلمش على ما نيش عارف على خنشلة وعلى ما نيش عارف كذا، ولكن هذو بطبيعة الحال يعني ما زالت موجودة فيها بقوة. ولكن حتى مناطق متطرفة شوية يعني بعيدة شوية على المراكز تاع الشوية ولا تاع القبائل ولا تاع كذا، بدأوا الناس الآن يسترجعوا الوعي بالذات، وبدأوا يحوصوا يخليوا الأمازيغية هذه تبقى للمستقبل إن شاء الله. كاين أقسام أمازيغية في قسنطينة، رغم أنه قسنطينة يعني متنوعة عرقيا وثقافيا، لكن كاين فيه إقبال على تعلم اللغة الأمازيغية، اللي هو شيء مليح، شيء مليح، لأنه باش تتعرف مليح على تاريخ بلادك
اللغة يعني مفتاح المعرفة. شوف إذا ما كانش اللغة ما بقيناش. يقول لك الإنسان إذا كان راحت له لغة تاعو مات وصبح صح. يعني صدير بحياته تاع الآخر هو مش موجود. إذا لازم نكون على وعي بهذا، وهذه اللغة هذه ماهوش باش نفرقوا بها ولا باش كذا، وإنما بالعكس اللي باش لازم تجمعنا ولازم تخلينا باش نخدموا هذه البلاد هذه. وفيه طاقات كبيرة جدا لو كانت تستغل والله بانا في الوضع اللي أنا في احنا الآن. نعطيك مثال، نعطيك مثال برك مدام ونسكت. شوف منذ استقلال الجزائر، منذ استقلال الجزائر ما لقيناش قاموس ولا منجد ولا انجلوسار بالعربية تخدم في الجزائر. نجيبوها من لبنان، نجيبوها من مصر، نجيبوها من سوريا، نجيبوها من كذا. والآن حنا عندنا كي بدينا نخدمه عندنا كذا من قاموس، فيه قاموس خرج فيه 60,000 كلمة خدموا واحد وحده بجهد شخصي، وكذا من قاموس، وكذا مثلا مش عارف الكتب تاع الطوبونومي، كذا من كتب كذا، كلها بجهود شخصية على بحب لهذا الشيء هذا. نعم خدموا هذاك الشيء هذاك الإرادة بالصح. نعم أنا نقول لك باللي من الاستقلال لهنا كما قال السيزاوي لا طيب تاعنا ما يقدروش يخدموا إن أوردونونس بالعربية، ما يقدروش يخدموا إن أوردونونس بالعربية بعد 60 سنة من الاستقلال. جاب لي ربي لو كان راحوا للغة الأصلية تاعها كانوا يقدروا يخدموا أكثر من هذه الحاجة تاعها. هو السلام عليكم. سمحوا عليكم السلام. لازم نخدموا اللغة تاعنا الجزائرية كلمة وقيلة بسرعة لويزا. شكرا كلمة الختام. نشكر الأستاذ حارس اللي كان معنا اليوم، نشكر اللي كانوا معنا عبر الانترنت لأنهم كانوا تجاوبوا مليح معنا، شفت الملاحظات تاعهم يعني شيء مفرح يشجع. سي تري انتريسون ايفيكتيفمون اي سا برومي سا في دير كو نو سوم سور لا بون فوا ان كونتينيو ابسولومون. استاذ كلمة واش لازم نقبوا به باش ما نعملوش واش عملوا أجدادنا، تاريخنا لازم نحافظوا عليه بسرعة. النقطة الأولانية هي الوعي، ولازمنا نعرفوا باللي هذا التاريخ كامل يجمعنا ما يفرقناش. وإذا كان ما كناش على وعي ثقنا ما راح نشرحوا بعيد، لأن الأعداء المتربصين بنا كثيرين سواء في الداخل ولا في الخارج. أنا نتكلم على تاع الخارج، ولكن حتى في الداخل ولا غير عندنا اللي حبوا يكسروا البلاد. إذا كان كنا على وعي نخدموا البلاد تاعنا، نخدموا التاريخ تاعنا، نخدموا اللغة تاعنا، نخدموا الثقافة تاعنا، نقدروا نتقدموا لقدام. إذا كان مشينا في طريق آخر ما راحينش نخرجوا. واللي يعني نقول باللي اللي يوجهون الطريق الآخر كثيرين. وشكرا لكم مدام، وشكرا مدام شكرا لكم سيد هادي، مشكورا كثيرا على هذا اللقاء الرائع، وفي فرصة قادمة إن شاء الله نتمنى لكم ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. شكرا على المتابعة. نشكر بالخصوص بالقاسم قادة اللي كان كثير بالقادة متفاعل معنا، اللي هو سيتان أركيولوج اللي راهو قاعد يسير مجموعة وصفحة على الفيسبوك. شكرا لكم. شكرا له وكل الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا، ما قدرناش نسميهم كل المشاركين. في لقاء آخر في انتظار ذلك نقول لكم مع السلامة وليتكم سعيدة. مع السلامة. السلام.